مش شرط عدم الانجاب يبقى الست هي المتهمه او تاخر الانجاب، ده مش صح. ايه ده انت ما خلفتيش ومش عارف ايه والكلام ده كله، دي ما بتخلفش وتعير تعير الست كده، ما ينفعش. ده ده حرام، وغير انه حرام غباء. أطفال أنابيب والحقن المجهري احتمال حدوث الحمل بيعتمد على سن المريض، يعني لحد سن 35 سنة نسبة النجاح تبقى 45%، فوق سن 43 سنة القصة دي ما بتنفعش. عندها حاجز رحمي، لا أعمل لك ليه وأنت عندك حاجز رحمي؟ الأول هشيل لك الحاجز الرحمي. ست عندها مشكلة في الأنبوبة، لا أعمل لك ليه أنا هفصل لك الأنبوبة. ست عندها ورم ليفي، لا أنا هشيل لك الأول ورم الليفي اللي هو مقصر وبعد كده أعمل لك الحقن المجهري. فأنا بشيل أي عامل خارجي يكون موجود يؤدي للفشل. مخزون المبيض ده مقلب كبير، يعني ممكن يحصل في سن صغير ان الست تفقد مخزونها. اه مقلب كبير قوي. لا مقلب كبير بجد. يعتقد البعض ان اللي هتعمل حقن مجهري هترزق بتوأم. احتمال حدوث الحمل المتعدد بعد الحقن المجهري بيكون تقريبا 30% من الناس اللي ربنا كرمهم، يعني واحدة من كل ثلاثة تبقى حامل في توأم أو ثلاثة أو أكتر من كده. يعني بنات صغيرين جايين 25 و26 و27 سنة، المخزون بتاعهم كأنه ست عندها 44 سنة، المخزون بتاعهم ضعيف قوي بلا سبب. في شوية عوامل بتأثر فيه بس الغالبية العظمى ملوش سبب للأسف. يعني مثلا أخدت بويضات النهاردة عندها 35 سنة وبعد كده ما لقيتش حد واتزوجت عند سن 45 سنة، عزل البويضات بتاعتها تاني. فاللي احنا بنقدر نعمله ان احنا نفك البويضات دي تاني ونحقنها بالحاجات المنوية، نعمل عن طريقها أجنة نزرعها جوه الرحم. كل يوم ربنا بيقول لنا إن إحنا ما بنعرفش حاجة. إحنا متخيلين إن إحنا بنعرف بس وما إحنا ما أوتيت نعرفش من حاجة. العلم إلا قليل، حقيقي. رغم التقدم المذهل ده برضه كل وما ده أوتيت من يا العلم إما إلا بنشوف قليل. حاجات يعني إحنا ما لآخر يوم ينفعش في نعملها. البشرية. عشان كده عمرنا ما نقول لأبدا لمريضة مستحيل تحملي. إحنا كل اللي نقدر نقوله احتمال حدوث الحمل صعب. اهلا بيكم، النهارده يوم مهم جدا في عالم الناس الحلوه. النهارده الموضوع كمان مهم، تجميد البويضات. الست اللي مش متجوزه دلوقتي والسن عمال يزيد، احنا عندنا البويضات بتتاثر، طب نجمد البويضات والست تنقي باختيارها جوازه اللي تتناسبها، ما تبقاش مضطر. لان احنا بنشوف مقاسي بقى، يعني كنا بنشوف الفتره اللي فاتت دي الست بقى عندها 40 سنه فتقبل بحد مش مناسب ليها، ما بتحبوش، مفيش توافق بكل الاشكال بينهم. ليه يا ست؟ خلاص الوقت بالنسبه لها بقى صعب مثلا وهكذا. فلا، التجميد البويضات دلوقتي يقدر يخليها تقعد براحتها زي ما بيقولوا وتختار في الوقت المناسب. التجميد يا جماعه كلمه مهمه جدا، تعالوا نفهمها النهارده. النهارده لقاء ممتع جدا زي ما عودناكم وزي ما اكيد تابعته في الحلقتين السابقتين مع قمه علميه كبيره واسم كبير ينتمي للبيت العريق، المركز المصري لاطفال الانابيب والحقن المجهري. طبعا الاسم الغني عن التعريف بقياده اسماء عالميه زي الاستاذ الدكتور جمال ابو السرور والاستاذ الدكتور محمد ابو الغار. النهارده معانا ايضا اسم رائع جدا واسم متميز للغايه، الاسم القدير الاستاذ الدكتور احمد ابو السرور، استاذ مساعد امراض النساء والتوليد والحقن المجهري بكليه الطب جامعه الازهر، والمدير الطبي للمركز المصري لاطفال الانابيب وزميل جامعه مون بليل الفرنسيه وعضو الجمعيه الاوروبيه لاطفال الانابيب والجمعيه الامريكيه لاطفال الانابيب والحقن المجهري. اهلا بك يا دكتور احمد. دكتور ايمن، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك؟ ان شاء الله تكون بخير. عايز ابدا الاول، لماذا اخترت تجميد البويضات لتتحدث عنه النهارده، وما معنى تجميد البويضات؟ لماذا دي كلمه اعلاميه؟ لماذا؟ لان حصل تطور جامد قوي في السنين اللي فاتت في موضوع تجميد البويضات، فبقى زي ما بيقولوا ترند، وده الحقيقه بقى بيخدم ناس كتيره قوي.
فرصه يعني بقت كويسه قوي للستات اللي بيكبر فيهم في السن ان هم يقدروا يحافظوا على الخصوبه بتاعتهم. فحاجه وقائيه اعتقد ان هي مهمه جدا. عشان كده في المركز المصري لاطفال انابيب كنا تبنينا حمله توعيه ان احنا نفهم الناس الموضوع ده بحيث ان احنا نقدر نلحقه فيهم، لان ده حاجه مهمه طبعا يعني. ان تكون الست تحافظ على خصوبتها معناه تقدر ان هي تحمل في اي وقت هي عايزاه. وطبعا الحمل ده حاجه يعني اكيد بتفرح قلب اي ام يعني. طبعا. وزي ما انا قلت الست ممكن يتقدم لها عريس وعندها مثلا مش قبلها ضغطت على وتر كويس قوي فعلا. فتجمد هي تبقى خلاص عندها بنك فهي تبقى في السيف سايد لحد ما تلاقي الشخص المناسب ليها اللي هي تقدر تتجوزه وتقدر تجيب منه اولاد في الوقت اللي هي عايزاه. عمليه معقده جدا، عشان كده لما اقول معنى تجميد البويضات احنا هنفسرها للناس ببساطه شويه. هو تجميد البويضات ده يعني باختصار ان احنا ندي المريضه ادويه قويه تنشط التبويض لحد البويضات لما بتكبر بنسحبها بره. بعد ما نسحبها بره بنديها لدكاتره المعمل، وبعد كده يعملوا لهم حاجه اسمها فيتريفيكيشن. ده يعني تجميد سريع جدا عند درجات حراره قليله قوي، ونشيلهم عندنا لفترات طويله. الفترات دي ممكن تتجاوز 10 و15 سنه. لما الست دي بعد كده عايزه تحمل، يعني هي مثلا اخذت بويضات النهارده وهي عندها 35 سنه، وبعد كده ما لقيتش حد وتزوجت عند سن 45 سنه عايزه البويضات بتاعتها تاني. فاللي احنا بنقدر نعمله ان احنا نفك البويضات دي تاني ونحقنها بالحاجات المنويه، نعمل عن طريقها اجنه نزرعها جوه الرحم. الادفانتج الكبير قوي في الموضوع ده ان احنا جمدنا البويضات عند سن 35 سنه، اللي هي نسبه نجاح فيها عن طريق الحقن المجهري تكون تقريبا 45%. بينما لو هي حاولت تعمل حقن مجهري في سن 45 سنه ده مش هينفع. فبالتالي البويضات اتجمدت بنوعيتها وهي صغيره، وطبعا ده ادفانتج جامد قوي. طبعا هو بيفيد يعني نوايا او شريحه كبيره من الناس. اي يعني بننصح دايما اي ست سنها عدى سن 35 سنه وما حصلش زواج ان هي تجمد بويضات. اي ست هتتعرض بعد الشهر لاي علاج اشعاعي او كيماوي، يعني طبعا الحاجات دي كلها بتدمر المبيض ايا كان سنها، قبل ما تتعرض لده ان هي تجمد بويضات، فبالتالي تقدر تبقى حامل بعد كده في اي وقت هي عايزاه. اي ست هتتعرض او انسه هتتعرض لعمليه على المبيض، هتشيل كيس على المبيض، كيس درمويد، كيس شوكولاتي، ايا كان، ان هي تجمد بويضات قبل ما تعمل الحاجات دي، لان اي عمليه على المبيض بتاكل من المخزون بتاعه، فممكن تيجي بعد كده لما تحاول تخلف ما تقدرش تخلف. فدي كلها انديكيشنز يعني واضحه ان احنا نجمد بيها البويضات، وحاجه وقائيه ان هي تقدر تحافظ على الخصوبه بتاعتها اطول فتره ممكنه يعني. لو العيله مشهور فيها حكايه ان المبيض بيتعب بدري، ده برضه فاكتور مهم جدا، لان ده في عامل وراثي. هتلاقي دايما مثلا الام الدوره انقطعت لها بدري، او اختين مثلا، اخت كبيره عندها 35 سنه الدوره انقطعت، لا لازم اختها الصغيره نحطها تحت الميكروسكوب ونعملها تحاليل ونشوف مخزون البويضات اخباره ايه، لان لو قليل لا احنا لازم نتدخل بسرعه ونشيل البويضات دي عندنا بحيث ان احنا نحافظ على الخصوبه بتاعتها اطول فتره ممكنه. ده شيء مهم جدا. عشان كده انا بدعو كل بنات العالم العربي بلا استثناء اعملوا تجميد بويضات. ده شيء رائع جدا جدا، يعني هيخليكي تبقي زي ما تقولي قاعده كده مطمنه، انا في الوقت طبعًا اللي عايز اكون حامل فيها بحامل. السؤال الثاني بقى، في حالات ممكن ما ينفعش معاها تجميد بويضات؟ احنا طبعا البويضات دي لما بنشيلها عندنا بنعمل بيها ايه بعد كده؟ بنعمل بيها حقن مجهري. يعني نفكها ونحقن فيها حمات منويه ونعمل اجنه بعد كده نزرعها جوه الرحم. فلو سن المريضه فوق سن 43 سنه القصه دي ما تنفعش. فاي حد تخطى سن 43 للاسف ما ينفعلوش اللي هو موضوع تجميد البويضات. اي حد مخزون البويض بتاعه ضعيف زياده عن اللزوم. اي حد يعني بعد تخطى سن 43 ما ينفعش بقى مثلا عندها 43 وشهر، ما ينفعش نقول لها تعالي وانت عندك 43 شهر ناخد منك بويضات. بالظبط كده. لكن لو انت جمدتي قبل كده عادي بقى 43 45 عادي. كانك عندك 25 سنه. لان هي من نوعيتها وقت ما احنا جمدناها. وده الفاليو الاساسي بتاع الموضوع. فاي ست المخزون بتاعها ضعيف زياده عن اللزوم، لان ساعات عند البنات صغيره المخزون بيبقى قليل قوي، فدول ما ينفع لهمش تجميد بويضات، لان التجميد ده عشان يكون مجدي بنحتاج عدد كبير من البويضات. العدد اللي احنا بنقول عليه مناسب اللي هو يكون من 15 ل 20 بويضه تقريبا، فالست اللي مخزونها قليل مش تقدر تطلع ده. فهم دول الحالتين اللي ما ينفع لهمش تجميد بويضات. لما فيما عدا ذلك يعني اي حد سنه صغير ومخزونه كويس ينفع له من غير اي مشكله خالص. الست نستعد ازاي لتجميد البويضه؟ ايه الاستعدادات؟ هل ليها استعدادات خاصه؟ لا طبعا الست لازم تروح الاول لحد متخصص في الموضوع ده، يعني مش اي حد هيقدر يعملها القصه دي، لازم تروح لحد متخصص يقيم وضعها المظبوط. هيقيم مبدئيا الوضع العام، الثيرويد بتاعتها اخبارها ايه، الغده النخاميه اخبارها ايه،
عندها امراض مزمنه زي لوبس او ثايرويد او اي حاجه، يعني تاريخ مرضي سريع. وبعد كده مهم قوي نعمل تحليل الاي ام اتش اللي هو الخصم محصول البويضات، عشان بناء عليه بنبني جره علاج هيبقى شكلها عامل ايه وبروتوكول العلاج هيمشي ازاي. وبعد كده بنعمل لها سونار عشان نقيم الرحم والمبايض اخبارهم ايه. وانس ان احنا عملنا الحاجات دي خلاص بنختار البروتوكول المظبوط والدواء المظبوط اللي احنا هنمشي فيه. بنمشي الطريق ونعمل متابعات كتيره، يعني في خلال اسبوعين بنشوفها حوالي 5 أو 6 مرات لحد ما البويضات توصل الحجم اللي محتاجينه نسحبها بره ونشيلها عندنا. سحب البويضات ده اجراء بسيط، ما بنحبش نقول عليه عمليه حتى، ده في الاخر اجراء بسيط بيستغرق تقريبا 10 دقائق. وبنشيل البويضات عندنا لفترات طويله بقى 15 20 سنه لحد ما هي تحتاجهم بعد كده. ممكن لغايه 20 سنه. اه يا ده حاجه عظيمه جدا. عدد البويضات يعني انت قلت لنا 15 20، يعني هل ممكن يبقى اقل ممكن يبقى اكتر؟ بص هو في نقطه مهمه قوي في الحته دي بنحب دايما نوضحها للمشاهدين، ان الناس بتتخيل لو انا عندي 15 بويضه يعني انا عندي 15 جنين، وده مش مظبوط. ان البويضات لما يجي نفكها بنسبه 95% السرفايفل اللي هتبقى عايشه، 5% ممكن تبقى بايظه. فلو احنا مثلا عندنا 10 بويضات لما يجي نفكهم لا ممكن نلاقي 2 3 بايظين والباقي كويسين. الباقي دول لما حقنهم بالحالات المنوية مش كلهم هيتخصبوا ولا كلهم هينقصوا. فالعشرة دول غالبا مش هينتج عنهم 10 أجنة، هينتج عنهم مثلا 3 4 5 أجنة. فرصة كل جنين يحصل فيه حمل بتكون تقريبا 10 15%. فطبعا كل ما عندنا عدد أكتر كل ما ده كان أفضل. فالعدد اللي حاسس إن هو مناسب 20، وكل ما أكتر كل ما كان أحسن طبعا. بس 20 رقم ريزنبل إن احنا نجمد عنده يعني. لو قربنا شوية بقى يعني إيه التطور اللي حصل؟ كيف في كيفية عمل التجميد نفسه؟ اتغير التجميد في الفترة الأخيرة؟ اه اتغير جامد قوي، لأن التقنيات اللي بتستخدم في المعمل اتغيرت قوي. يعني زمان البويضات ما كانتش بتنفع تتجمد من الأساس، بس مع الوقت ومع التطور العلمي والحاجات دي كانت الأجنة اللي بتتجمد بس. الأجنة بتتجمد والحالات المنوية. اه. بس البويضات ما كانتش بينفع تتجمد. بس مع التطور العلمي البويضات كمان بقت تتجمد، فطبعًا فتح باب لناس كتيرة قوي. وبرضه أنا بنتهز الفرصة أقول للمشاهدين إن مش تجميد البويضات بس، هو تجميد الحالات المنوية حاجة مهمة، لأن حضرتك عارف إن أي برضه حد بعد الشر هياخد أي علاج كيماوي أو أي علاج إشعاعي هيدمر الخصية زي ما هيدمر المبيض. فطبعًا بننصح أي حد برضه أي راجل هيتعرض للحاجات دي إن هو يجمد حالات منوية. دي حاجة سهلة وبسيطة ما فيهاش أي حاجة، وبتقدر تحافظ على خصوبته مدى الحياة. أنا شفت حالات كتير للأسف يعني تعرضوا للعلاج الكيماوي مثلا وبعد كده ما لقوش حيوانات منوية للأسف. خالص آه للأسف. لو كان يعني كان راح وجمدها الموضوع ما كانش هياخد يعني 10 دقايق بالظبط بالظبط. ده أسهل كمان يعني، حياته تجميد حياته المنوية مش ما فيهوش أي حاجة على السير على الرجل. كان الواحد بيعمل تحليل سائل منوي خالص. بالظبط. يعني لو أنا جيت بقى عن تجميد الأجنة يختلف إيه عن تجميد البويضات؟ لا الأجنة طبعا مختلفة تماما. الأجنة بتكون حققنا الحيوانات المنوية جوه البويضات، وصلنا لمرحلة أبعد من كده إن هي اتخصبت وانقسمت. فلما يجي نفكها من التجميد غالبا بتبقى كويسة، يعني نسبة 95% بتبقى كويسة، 5% بتبقى بايظة. لو هي كويسة نسبة نجاحها تعتمد على سن الزوجة وقت ما أخدنا منها البويضات كانت قد إيه. فتختلف من السن بقى، يعني لو السن صغير نسبة نجاح ممكن تبقى 50%، لو سن 40 سنة تبقى تقريبا 20%، وهكذا وهكذا. فتجميد البويضات للست اللي هي متجوزة أوريدي في بارتنر موجود معاها، فحققنا الحالات المنوية جوه البويضات وعملنا أجنة وعدينا بيها مراحل أبعد يعني. ها إنما تجميل البويضات الخطوة اللي قبل الكلام ده كله يعني. تنورت وشرفت وأبدعت كالعادة. ربنا يخلي حضرتك ونتشرف بوجودنا مع حضرتك دكتور أيمن. شرف كبير لينا الاسم الكبير طبعا، يعني من 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 العائلة الكبيرة المقام علميا وإنسانيا بلا شك. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أحمد أبو السرور، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد والحقن المجري بكلية الطب جامعة الأزهر، والمدير الطبي للمركز المصري للأطفال الأنابيب، وزميل جامعة مونبليه الفرنسية، عضو الجامعات الأمريكية والأوروبية لأطفال الأنابيب والحقن المجري. الاسم الكبير كان ضيفي في واحدة من أرقى حلقاتنا على الإطلاق، التي تتحدث عن موضوع معقد جدا جدا، ولكنه أمل لكل ست وكل بنت عندها مشكلة اجتماعية، مشكلة معينة شرحناها بالتفاصيل. الأمل وبارقة الأمل الكبيرة موجودة وهي التجميد، فأرجو كل بنات العالم العربي أنهم فعلا يحطوه في جزء مهم في حياتهم، تجميد البويضات وطبعا تجميد الأجنة. خليكم دايما مع الناس الحلوة. الدكتور وليد إبراهيم.
أستاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير طب عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات السمنة، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات السمنة، زميل الكلية البريطانية أدنبرا. أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم بمنتهى الصراحة في شيء في منتهى الأهمية. أنا في رأيي إن مشكلة التعامل مع السمنة الأولى أو واحدة من المشاكل الهامة جدا في التعامل مع السمنة هي سوء اتخاذ القرار. سوء اتخاذ القرار العلاجي من قبل العيان أو المحيطين به أو المؤسسة أو المنظومات اللي رايح لها العيان. أنا من الناس اللي شايفة إنه في أساليب معينة في التعامل مع السمنة بين قوسين مش كفء، مش جيدة، مش هتديني النتائج اللي أنا عايزها، في عليها علامات استفهام، زي بالون المعدة. بالون المعدة في رأيي أنا كان طول عمره عليه كثير من علامات الاستفهام. لسه فرنسا في خبر قال إن قررت السلطة الصحية في فرنسا سحب بالون المعدة الذي يساعد مثل كبسولة من الأسواق. وقالت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية في بلان مرفق بقرار إداري بيقضي بسحب المنتج من الأسواق وقالت أنه قد يسبب مضاعفات معينة. ده خبر لسه موجود على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وكالات الأنباء بهذا الأمر. برضو دي حاجة لازم نقول إنها هنتكلم فيها بالتفصيل النهاردة، ونتكلم على سوبريورتي وقيمة جراحة زي تكميل معدة عن بالون المعدة. هندخل في المواضيع النهاردة الساخنة جدا جدا مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم جراحات السمنة الذي يبدأ دائما في حواره، وحوار دائما مختلف لأن حوار من القلب وخارج نطاق المألوف وخارج نطاق الصندوق، مش حوار تقليدي النهاردة. أكيد مع الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم أستاذ جراحات السمنة المفرطة واستشاري جراحات المناظير كلية الطب جامعة عين شمس، أستاذ جراحات تكميم وتحويل المسار وجراحات علاج السمنة المفرطة والسكر، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات السمنة، عضو الجمعية الأوروبية، وزميل الكلية البريطانية بأدنبرا الاسم الكبير. أهلا بيك دكتور وليد. أهلا دكتور وليد. النهاردة أنت جاي تقول لي إن إحنا نتكلم في حاجات في منتهى الأهمية، مفاجآت، أولهم فيما يتعلق ببالونة المعدة. هي مش مفاجآت قد ما هو يعني توضيح أكتر لجراحات السمنة وتوضيح لكيفية اتخاذ القرار، وإن جراحات السمنة التدخلات اللي إحنا بنعملها بقت في مصر بالذات متأثرة بموضوع السوشيال ميديا، متأثرة بخوف العيان، متأثرة بنواحي تجارية كبيرة. يعني الخبر اللي نزل من يومين وليه سورسات موجودة عندنا في المجلات الفرنسية والقناة العربية، ونزل الخبر على مسؤولية وزارة الصحة الفرنسية إن هي تسحب بالون المعدة وكبسولة المعدة، ده مش جاي من فراغ. يعني احنا 15 سنة بنشتغل جراحات سمنة سواء كان تكميم معدة أو تحويل مسار، وكنا معترضين تماما عن استخدام البالونة، وبعد البالونة اللي كانت بتركب في الأول بالمنظار، وبعد البالونة طلعوا فكرة إن هي تبقى كبسولة وكبسولة ذكية، وبدأوا يعملوا عليها إعلانات لمجرد أي بالونة على فكرة، وما غيرناش حاجة. إحنا ما اخترع يعني إحنا ما اخترعناش حاجة جديدة. هي في الأول كانت بالونة وبتتركب عن طريق المنظار وبتتشال عن طريق المنظار، بعد كده بقت كبسولة والعيان يبلعها وتنزل في المعدة عشان تاخد جزء من أجزاء المعدة فتشغل حيز فتقلل من كمية الأكل، وسموها تجاريا بالكبسولة، تجاريا بالكبسولة، كبسولة ذكية، كبسولة ذكية. هي لا ذكية ولا حاجة إطلاقا، هي نفس فكرة أصلا. خلينا بس ما نجملش يعني صناع الكبسولة دي، هي مش فكرة ذكية، يعني مش كمبيوترايزد مثلا عشان نقول كبسولة ذكية. هي كلها فكرتها إن أنا بستخدمها بدل من أركب منظار،
تمام. بس فهي بالتالي لعبت على حاجه موجوده عند العيان. صعبة اساسا يعني هي موجوده لعبت على حاجه مهمه في العيان عشان يستغل الناحيه التجاريه، الا وهي ان هي ما بتحتاجش تخدير وما في التركيب. والمنظار بس على الاقل منظار هو برضو لما تقول للعيان انا هدخل منظار عن طريق الفم وبعد كده ينزل ويركب البالونه وان هو يشيلها عن طريق الفم بيدخل منظار ويشيل يعني البالونه. متفق معاك. انما انت ما اختلفتش كتير. وحتى لما نزلت الكبسوله الذكيه في الاسواق انا عمري ما اقتنعت بيها ولا عمري قلتها للعيان عشان الاسباب اللي قالتها الوكاله الفرنسيه، عشان هي فعلا مش مؤثره. لان في ناس كتير ركبت البالونه، وانا اتحدى عيان اي عيان على مستوى مصر او الوطن العربي ركب بالونه وان هو خس وبرزستنت خسسان وفضل خاسس، ونفس الطريقه اتحدى اي عيان ان هو بلع الكبسوله الذكيه وانه خس وانه برزستنت خس، يعني كمل على طريقه الخسسان. يعني انا اعتقد ان نسبه نجاحهم هي 0%. احنا 15 سنه بنشتغل على عمليات تكميم المعده وتحويل المسار، ونسبه نجاحهم تقريبا 85%. يعني في نسبه فشل في العمليات دي. في نسبه فشل في العمليات، نسبه فشل دي مشتركه ما بين الدكتور وما بين المريض، لان جراحات السمنه ما هي الا مفتاح. المفتاح ده مفتاح قوي جدا لانه بيغير من طبيعه المعده، وبالتالي المفتاح ده مفتاح قوي، بنغير من طبيعه المعده، بنغير من التركيبة التشريحية اللي موجودة في المعدة، سواء كان في تكميم المعدة أو في تحويل المسار، إن إحنا بنصغر المعدة وبنقلل من امتصاص الأكل. ونسبة النجاح عالميا للعمليات دي من 85% ل 90%. يعني في نسبة فشل؟ طبعا في نسبة فشل. نسبة الفشل تتوزع على مين؟ تتوزع على الجراح عشان التكنيك، وتتوزع على العيان عشان في تعليمات مهمة جدا لازم يلتزم بيها على حسب نوع العملية. فالخبر اللي اتقال على موضوع البالونه انا صراحه فرحت بيه. هو مش خبر، ده قرار اداري، لان احنا من اول ما نزلت البالونه واول ما بدانا نشتغل جراحات سمنه عمرنا ما اعترفنا. يمكن ركبنا بالونه او اتنين في بدايه حياتنا من 15 سنه، وبعد كده لقيت ان ما فيش منها بنفيت. انا بعتبرها جدا وبقول للعيان بمنتهى الصراحه ان هي فلوس مرميه على الارض، وان انت بتاخد ترايل وتقول ان انا عملت عمليه وهي مش عمليه. هل البالونه بتغير من طبيعه المعده بتخلي التكميم اصعب لما ينوي يعمل تكميم؟ هو الناس اللي بتروح بتشيل حديد، انا بشبهها للعيان كده بالظبط. الناس اللي بتروح بتشيل حديد بيحصل تضخم في العضلات. تضخم في العضلات. الناس اللي بتركب بالونه، طب ايه اللي ممكن يحصل بعد البالونه؟ احنا في خلال 24 ل 48 ساعه الناس بترجع من البالونه بيحصل انتولرانس للبالونه اللي بتتركب، فبيضطر ان هو يخش يشيلها حتى لو كبسوله ذكيه، بيخش يشيلها بالمنظار. فنسبه حدوث دي مع عيانين كتير، ما هو الناس دي بتيجي في عمليات الاصلاح انه ركب بالونه وفشلت او ركب كبسوله وفشلت. فده اول حاجه. تاني حاجه هي ما بتعملش تضخم للمعده، هي بتزود الابزوربتيف باور بتاعه المعده، بمعنى ان اول ما البالونه بتتشال، طب هو العيان ممكن يخس؟ انا اقصى عيان شفته انه ممكن يخس 15 ل 20 كيلو، بس ده لما يكون وزنه 150 و160. طب والناس اللي بتركبها وزنها 80 و90 كيلو بتخس قد ايه؟ 5 7 كيلو، وده اقصى حاجه ان هو يقلل من حجم المعده لانها بتبقى موجوده في الفندس فوق. فبتزود من نسبه الارتجاع، بتزود من الابزورتيف باور. الابزورتيف باور هي قوه امتصاص بتاعه المعده نفسها. فاول ما البالونه بتتشال بتحس ان المعده بالظبط، انا بشبهها كانها جعانه او عطشانه جدا في كميه الاكل مهما كانت، حتى لو كانت زي ما هي قبل ما يركب البالونه، لان بطبيعه الحال اول ما البالونه هتتشال كميه الاكل هترجع. الابزوربتيف باور او قوه الامتصاص بتبقى اعلى، فاللي بيخسوا اللي هو من 10 ل 15 كيلو ماكسيمم بيرجعوا في خلال شهر او شهرين. ويبقى الاسم ان هو ركب بالونه. طب العيان اللي بيركب بالونه وليه الدكتور بيوافق يركب بالونه؟ ناحيتين. العيان بيركب بالونه عشان بيتجنب العمليات. طب الدكتور بيوافق انه يركب بالونه بنسبه كبيره عشان الناحيه التجاريه، او عدم فهم لموضوع البالونه وعدم رؤيه للعيانين اللي ركبوا بالونه وفشلت. انا اتحدى اي عيان ركب بالونه بنسبه 99% عشان ما نوصلش لنسبه 100% عشان يبقى كلامنا منطقي، ان هي نجحت. فالخبر ده انا سعيد بيه جدا، لان اثبت ان انا الحمد لله 15 سنه
ما بنركبش لا بالونه ولا كبسول معده وان احنا كنا على صواب. الفرنسيين على فكره عندهم شاربنس او عندهم حده في التعامل مع بعض الاشياء الطبيه بشكل واضح جدا. على فكره فرنسا مثلا منع استخدام ما يسمى باجهزه التخسيس الخارجي على الاطلاق. ما عندهمش كرايو، ما عندهمش الكافيتيشن، ما عندهمش الكلام ده خالص. لان الفاليو بتاعتها لا تساوي القيمه الماليه. بالظبط. ما هو هو مش ماركتنج قد ما هو لازم يبقى فيه بينفيت. لما يبقى فيه قرار العمليه لازم يبقى فيه رؤيه. الرؤيه دي اللي هو هنحقق نسبه نجاح قد ايه، لازم الكلام ده يبقى واضح قصاد العيان. بمناسبه البينفيت بقى هفتح معاك ملفات منتهى الاهميه. وزي ما انت النهارده كده جاي زي ما بيقولوا فاتح قلبك بمنتهى الصراحه، استمر في فتح قلبك لانك انت هتتكلم عن جراحات بمنتهى الصراحه. جاهز؟ عينيا. اول بل التنهيده، اصل جراحات يعني ان احنا نتكلم عن زملاء، عن زمايل. لا انا ما بتكلمش على زمايل، انا بتكلم على جراحات، على هنقول زي ما نقول ايديولوجيات، هنتكلم على بوليسي، وكل شيخ وليه طريقته. ماشي، بس برضه في انا ما بتكلمش من الكتاب قد ما بتكلم من ارض الواقع. وارض الواقع على فكره حقيقه لا تختلف كتيرا عن الكتاب. ده حقيقي. لان ارض الواقع الحقيقيه بتطبق اللي بيقوله الكتاب. انا بحاول اوصل اللي انا شفته في 15 سنه. طب تعال نشوف. تعال. او هقول لك الاسم وتتكلم عني بمنتهى الصراحه. تمام. ما رايك في تدبيس المعده القديم؟ ده يختلف تماما عن تكميم المعده. تدبيس المعده ده عمليه كانت بتتعمل قبل كده. ايه تقييمك؟ اوبسوليت، ممنوع خالص، وبقت من العمليات المجرمه. مجرمه. واحد ان انت بتفتح. وبعد كده بداوا يخترعوا طريقه ان هم يعملوها بالمنظار، فما بقتش تبقى مظبوطه. هي تدبيس المعده ده نوع من انواع الريستريكتيف اوبريشن. احنا لو قسمنا عمليات جراحات السمنه هنقول ان هي ريستريكتيف ومال ابزوربتيف. ريستريكتيف ان احنا بنقلل فيها من حجم المعده عشان نقلل من كميه الاكل، وده الميكانيزم الاول ان احنا نبدا نتعامل مع العيانين. فاول ما طلعت العمليات في ريستريكتيف او تقليل حجم المعده كان تدبيس المعده، وكانت بتتعمل عن طريق الفتح، وكان العيان بيخس فيها من 60 كيلو اب تو 100 كيلو على حسب وزنه اللي هو بدا بيه. يعني ممكن يكون بدا ب 200 كيلو وعمل تدبيس معده وينزل يبقى 95 ويبقى 85 ويبقى 80 في خلال سنه. بس فيها مشكله كبيره جدا ان العيان بيقعد يرجع 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 يرجع. مفيش عيان عمل تدبيس معده، والكلام ده على مسؤوليتي، الا بعد العمليه رجع، لان مخرج المعده الجديد اللي هو المرسوم ده اللي مرسوم حواليه حلقه، بس هي ما تبقاش حلقه، بتبقى شبكه، والشبكه دي ليها مشكله لانها جسم غريب. المخرج ده بيبقى ضيق جدا، اقل من الدايمتر بتاع الصباع الصغير، وبالتالي العيان ما يقدرش ياكل حته لحمه قد كده، ما يقدرش ياخد معلقتين رز، لازم يرجع. الترجيع الكتير جدا بيؤدي ان هو بيحصل له هزال وبيخس، يعني ممكن يكون هو بيتشفط. فهي بتنزل الوزن، بتنزل الوزن، بس التبعيات بعد كده. هو عايز مصدر للطاقه، فالمصدر للطاقه الوحيد السكريات، وهو بيلجا له بالبيهيفير بتاعه بطبيعته لوحده. انا مش قادر. طب هاخد ايه؟ بيجرب هاخد شوكولاته، هاخد بيبسي، هاخد حاجات سكريات كلها سوائل جاتوهات، عشان هي اللي تعدي من الفتحه الصغيره دي، وبالتالي وزنه يرجع في خلال نص المده، يعني هنقول مثلا في خلال سنه او سنه ونص لنفس الوزن واكتر من اللي كان فيه، بس بقى عنده مشكله، وزنه رجع زي ما هو ومش عارف ياكل لقمه، وبالتالي العمليه دي بقت اوبسوليت تماما. وكل الناس اللي عملوه على مسؤوليتي اللي عملوا تدبيس معده سواء كان بالجراحه او بالمنظار، بعدها عملوا عمليات اصلاح. الاصلاح بقى لتدبيس المعده الاصلاح الوحيد ليها تحويل المسار بس. يعني لو احنا بنتكلم في العمليات السيف اللي على مستوى العالم دلوقتي بالخطوات اللي هو هنقول بالترتيب، هنقول ريستريكتيف، بنتكلم في تكميم معده ان انا بصغر فيها من حجم المعده وبشوف نسبه نجاحها قد ايه، لان هي برضو من العمليات الريستريكتيف، وان العيان المفروض ما ياكلش سكريات ولا حلويات. طب في ناس بترجع، كام في الميه؟ 50%.
طب 50% احسن من 100% بتاع تدبيس المعده، بس ليه ال 50%؟ حاجه من اتنين، ده في تكميم المعده، يا اما القصه ما كانتش مظبوطه في الاول لانه ساب حته قابله للتمدد، لان المعده ما بتتمددش لوحدها، هي ليها نسبه تمدد على مدار 10 سنين، احنا بنتكلم في خبره 10 سنين. النسبه دي لو المعده مقصوصه مظبوط عمره ما يرجع اكتر من نص وزنه، بمعنى لو العام 120 كيلو وعمل تكميم معده والقصه كانت مظبوطه ونزل 40 كيلو عمره ما يرجع في الوزن اكتر من 20 كيلو على مدار 10 سنين. يعني اقصى حاجه ما يعديش ال 100. فبعد 10 سنين ان هو مثلا يبقى 95 بعد ما كان 120، يعني هو برضه نازل 25، غالبا 80% او 70% من العيانين بيحصل لهم القصه دي، وده يعتبر نجاح لانه ما زادش اكتر من نص وزنه. فده بالنسبه للتكميم. الميزه اللي في التكميم ان الاكل ماشي في المسار الطبيعي، فما فيش يعني زي ما بنقول احنا كجراحين لعب في الامتصاص. الامتصاص ده مهم جدا، الامتصاص بيحصل في الامعاء الصغرى، فاحنا ما عملناش حاجه في الامتصاص، احنا قللنا من كميه الاكل. زي ما بنحط زي الفرامل في العربيه، احنا وقفناك انت بقيت تاخد مش زي بقى تدبيس المعده زمان تاخد حته فرخه قد كده قد عقله الصباع، لا ده انت ممكن تاكل مكعب لحمه او دبوس فرخه، وهم دول اتقل حاجه ممكن تحصل او اتقل حاجه على المعده ممكن تتاكل، فانت عملنا فرمله لكميه الاكل اللي هتاكلها، فبالتالي انت بتاكل بس بتاكل كميه قليله. طب ايه اللي يزودك فيها؟ يا اما القصه ما كانتش مظبوطه، يا اما العيان برضو لجأ انه ياخد سكريات وحلويات، وده برضو بعض الناس بقى بيتغير طبيعه اكلها، او ان هي عارف بعد سنه مش بعد سنه، زي ما احنا عمرنا ما كملنا مضاد حيوي لمده 7 ايام، ولو الكورس الادويه لمده 14 يوم عمرنا، حتى احنا كاطباء ده بيهيفير موجود على الشعب، فهو بعد شهر من العمليه وبعد ما بيبدا ياكل طبيعي وبعد ما بيحس ان هو خس وبعد ما بيحس انه خس بطريقه سهله من غير ما يتعب فيها وبعد ما بينزل الوزن اللي هو عايزه، لو 120 يبقى 65 و70، وبياكل كميات قليله بينسى كل التعليمات بتاعت السكر والحلويات والبيبسي والشوكولاته، ده في تكميم المعده، فبيبدا يعك على مدار سنه او اتنين، فبيبدا تدريجيا يزيد في الوزن. خلي بالك احنا فاتحين لغايه دلوقتي ملفين من 500 ملف. التدبيس خلاص ده اوبسليت، ممنوع. ماشي، والبالونه خلاص فرنسا اتصرفت فيها. يبقى ناقص لنا بقيه الملفات. لا انا لسه بقول لك خلصت ملفين وفي 500 ملف. كشكشه المعده دي اوبسليت، ممنوع، عمليه اجراميه. اجراميه لانه كشكشه المعده بقى هو بيعمل ايه؟ هو ايه الفرق بين هي العمليه دي؟ بس انا عايز اسال سؤال عبيط شويه. العمليه دي موجوده في الكتب ولا دي تاليفه او بمعنى اصح اختراع كده من بعض الناس؟ لا موجوده. بلايكيشن. بلايكيشن ان هو بياخد المعده ويقعد يكشكشها على بعضها وياخد غرز ويقللها 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 ويقللها. هي دي كرمشه المعده؟ ويقللها، زي كرمشه المعده. موجوده في الكتب؟ موجوده، بلايكيشن موجوده، جاستريك بلايكيشن. اصل حتى الترايل هي موجوده في يعني اي عمليه اندر ترايل موجوده، حتى تاخد وضعها يا اما تتلفظ. فدي من العمليات اللي اتلفظت. لان ببساطه اتلفظت يعني اتمنعت. اتمنعت ليه؟ لان هو فرق ايه؟ هو ريستريكتف. طب انت عملت ايه؟ انت قعدت تكشكش المعده على بعضها، ماشي، ليه؟ عشان اصغر المعده. ازاي؟ بالطول. طب عملتها بايه؟ بغرز. طب فرقت ايه عن التكميم؟ فرقت ايه؟ الفلوس. الدبابيس، الدباسات دي مكلفه. فهم عايزين يعملوا حاجه ان هي ما يكونش فيها كوست عالي عشان نصغر بيها من حجم المعده. طيب هل هي نتائجها زي التكميم؟ ابسوليوتلي لا خالص، عمرها ما بتنزل زي التكميم، لان عمرنا لان هو ما بيجي كشكش المعده او يعمل بلايكيشن بيحط بوجيه اللي هو الخرطوم اللي هو المقياس او المعيار، طبعا العيان نايم بنج كلي ويعدي من البق على المريء ويخش جوه المعده ويروح زانقين الخرطوم ده على الليسر كيرف اللي هو الجزء اللي موجود اللي هو المنحنى الصغير اللي على الشمال بتاع المعده ده.
ويبدا يكشكش 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 اللي هو على يمين العيان يعني. مهما كان بارع عمره ما هيجيبها سلندر تيوب من اول فوق لغايه تحت. فيا اما يبقى فيها تعريجات يا اما تبقى واسعه. فالبديل ايه؟ البديل انت بس عايز توفر الدباسات اللي انت تستخدمها في التكميم. طب خلاص اوكي. اولا نتائجها عمرها ما توصل زي التكميم لان الانبوبه عمرها ما بتبقى سلندر ومظبوطه من اول فوق لغايه تحت. دي رقم واحد. رقم اتنين، في عمليات الاصلاح بتاعها في الريدو بتبقى صعبه جدا 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 على الجراح اللي داخل. لان انت عملت المعده بدل ما هي انسجتها، احنا بنسمي الانسجه في انسجه فيرجن اللي هي جديده لسه محدش لمسها ودخلنا بالمنظار وشفنا محدش لمس، انما جاست ان انت مجرد ما لمست الانسجه وخدت فيها غرز بيحصل نوع من انواع الفايبروزس اللي هو التليف. فبتبقى عامله سوري زي الخشبه. فان انت ان انت تبدا ده بيجيب كالسيوم بيترسب عليه كالسيوم فالتليف بيتحول الى اسمنت. هو بالظبط بتبقى معده الناس اللي عامله كشكشه كرمشه بتبقى زي الاسمنت. فان احنا والعيان هي مش مظبوطه والعيان خد سكريات وحلويات وبدا يزيد في الوزن، فاحنا بنعمل اصلاح. طب بنعمل اصلاح هنعمل ايه؟ هنعمل تحويل مسار. عشان نعمل تحويل مسار والدنيا تبقى كويسه لازم المعده دي تتفك من تاني. فاحنا ممكن نقعد نفك في المعده دي من ساعتين لثلاث ساعات عشان نرجعها للتركيبه التشريحيه بتاعتها. وبعد كده في مشكله، ما احنا بندبس الدبابيس دي بتدبس وتقص الانسجه فيبروزت ونشفة زي الخشبه، فنسبه محتاج تدخل لجوه شويه هتضايقها بس. فدي اكتر، وان احنا نعمل تحويل مسار نسبه حدوث الاعراض الجانبيه اللي هو بعبع بالنسبه للعيان اللي هو اسمه التسريب عاليه جدا. فاحنا اذينا العيان في اول مره ان احنا عملنا له عمليه ما خدش منها البنفيت المظبوط لمجرد ان احنا نقلل الدبابيس عشان نقلل الكوست، واذيناه تاني مره ان هو عشان يعمل اصلاح ويعمل تحويل مسار فنسبه حدوث التسريب تبقى عاليه. الكارثه بقى والمصيبه اللي يكون اللي بيقلل الكوست ده ما بيقللوش على العيان بالفعل، هو بيقلله على نفسه. يعني بالبلدي بيعملوا العمليه بنفس سعر العمليه العاديه الموجوده بتاعه تكميم المعده بس من غير دبابيس، وبالتالي هو مش بيدفع ثمن الدبابيس كجراح. دي بقى حاجه بتاعته هو يعني. قصه الكوست دي هي هو بيعرض عمليه بباكج، وهي قصة ضميره يعني. هي الباكج بتاعته بتبقى اقل طبعا من 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 تكميم، لان الالات اللي فيها مش يعني مش كوستي زي تدبيس زي تكميم المعده او زي تحويل مسار. الفراشه ما هو ده التعديل اللي حصل على تدبيس المعده القديم اللي هو تدبيس المعده كانت بتتعمل بالفتح، فقالوا لا احنا هنبدا نعمل تدبيس معده عن طريق المنظار. هي الخطوه الكويسه فيها ان البطن ما اتفتحتش، فدخل راح بالمنظار قصص قصة يمين وقصة شمال يمين وشمال المريء، بحيث ان هي بقت عاملة شكل الجناحات فسموها الفراشة. نفس الاعراض الجانبية بتاعة تدبيس المعدة، المعدة بتبقى ضيقة لان لازم يتحط برضو شبكة على مخرج المعدة الجديد، فبيحصل فيها تليف، بيحصل فيها ترجيع مستمر، ولازم يتعمل فيها تحويل مسار كإصلاح للعملية عشان العيان بنسبة 100% هيزيد في الوزن تاني. برضو الفراشة من العمليات الممنوعة أوبسوليت. تمام مش كده؟ احنا قلنا الأسباب بصورة منطقية بصورة علمية وخبرة 15 سنة من رؤية العيانين. لأن احنا لو احنا يعني من 12 سنة تقريبا بدأنا في برنامج الدكتور وقعدنا نتكلم على تكميم المعدة، وكان فكرنا في الأول إن احنا نوصل اورينتيشن هو إيه التكميم. يعني من 10 سنين كنا بنتكلم يا جماعة هو إيه التكميم، إيه أساسا جراحة السمنة، إيه جراحات السمنة. ففي خلال العشر سنين اللي فاتوا بقى في عمليات زي التدبيس اتعملت وكشكشة اتعملت وكرمشة اتعملت وفراشة اتعملت، كل الناس دي وحزام، ده احنا نسينا الحزام برضو الحزام بقى الهدف يعني. كل الناس اللي عملت حزام برضو رجعت في الوزن، بس ده زود لنا حاجة جديدة ان دايما الجسم الغريب اللي جوه جسم الانسان اللي هو الحزام لازم المعدة تلفظه. فالحزام ده كان بيتركب برضو حوالين المعدة
وبيخلي فيه معدة صغيرة. وكان الظريف في الحزام اللي كان عاجب العيان، ما هو في دايما نقطة تجارية في عمليات السمنة من أول ما طلعت، إن في حاجة بتبسط العيان. الحزام ده كان فيه حاجة مميزة جدا للعيان، ألا وهي اللي هو اللي سايق. لا هو القصة بقى إن في فالف. عم هو اللي سايق. أيوه. فبتبقى أنت بتركب العربية زي، عارف عربية الملاهي؟ أيوه. عربية الملاهي دي بتدي ميزة متعة في إيه؟ وإحنا أطفال كنا بنحب نركبها ليه؟ لكن أنت اللي سايق، أنت المتحكم في اللعبة. بس أي لعبة في الملاهي تاني في حد بيتحكم فيها، أنت في اللعبة دي اللي بتتحكم فيها. ففي الحزام بقى الحزام ميزة. أنت بتملى بس، هو 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 عايز ياكل، الست عايزة تاكل، فبتروح للدكتور تقول له فاضل، تروح مفضي الحزام اللي هو من حوالين المعدة، فالمعدة توسع فتبدأ تاكل. وبعد كده عندها عزومة بعدها بأسبوعين أو عندها خروجة فرح، فعايزه تخس قبليها بشهر او اتنين، فتروح رايحه للدكتور املالي الحزام فيضيق المعده فيقلل الاكل، فتقعد شهر فتقل، فتح وقفل فتح وقفل فتح وقفل، بيفرقع بيثبت، بيحصل تليف حواليه فيبروزس، فشل تماما. ده مش بس فشل، يا اما يقفل وتبقى المعده ضيقه، يا اما تفتح والمعده تبقى واسعه ويبدا يزيد في الوزن. دي كل التجارب القديمه. الحزمه كلها اتشالت، هي الفكره الحزمه كلها اتشالت. هي الفكرة ان لغاية دلوقتي في ناس بتسوق للكلام ده. جاهة. على الرغم في ناس لغاية دلوقتي بتقول كشكشة المعدة، وفي ناس دلوقتي بتتكلم تقول بلايكيشن، في ناس بتقول حزام. انا فوجئت ان في محافظات في مصر ما فيهاش خبرات تكميم المعدة ولا تحويل المسار، محافظات مدن اساسية ما فيهاش. طب فيها ايه؟ تيجي تسأل تقول لك ده بيتعمل فيها عملية الفراشة. مدينة بحالها أو بلد بحالها في مصر ما بتعملش فيها تكميم معدة وتحويل مسار؟ عشان جزء برضو الكوست فلوس والتكنيك، ما حدش تعلم فيها تحميل تحويل معدة وتعميل. لا في بعض المحافظات دخلت فيها. لا في أنا بتكلم على حد على محافظات معينة لسه حالة ما. سمنة مكلماني ومتابع عنها الحالات من محافظات، بس يعني ايه اللي بيتم عندكم؟ بسال الدكاتره قال لك مفيش الا العمليه دي اللي بتتعمل. طب ازاي فين تكميم المعده وتحويل المسار يا جماعه؟ لغايه دلوقتي الناس بتبعت على الواتساب بتسالني، وفي اللايف على في السوشيال ميديا على تدبيس المعده وعلى الفراشه وعلى الكشكشه وعلى الحزام وعلى الكبسوله الذكيه وعلى البالونه. على الرغم ان بص حته الكبسوله والبالونه دي فرضت نفسها لفتره طويله بسبب انها نون، يعني اللي هو حاجه سيمبل. yes. وانا بدخل بقعد الاول مش فوت عمليات الكبسوله زي يعني الاتراكشن بتاع طرحها خلى المقاومه ليها لفتره طويله صعبه جدا جدا. ان انت تقعد تشرح لان حد، انا مره مريضه كلمتني على مدار 35 دقيقه وانا كنت قاعد في العربيه، حد معرفه يعني، اعمل كبسوله من نوعيه الكبسوله الذكيه دي. قلت لها ما تعمليش الكبسوله الذكيه، انت جسمك مش مناسب للكبسوله الذكيه، ولا انت سمنه مفرطه هتعمل لك كذا كذا كذا. قعدت اشرح لها اللي انت قلته ده كله، ولغايه دلوقتي ولغايه بكره ولغايه سنتين ولغايه ثلاثه ولغايه خمسه الناس هتفضل تسال على الحاجات دي. طب قول لي، طيب عايز واحنا في الجزء الاخير من حوارنا بقى، تحويل المسار الكلاسيكي وتحويل المسار الصغير المصغر الصغير ده المصغر، ايوه افصل لي بينهم. يعني هل العمليتين دول مختلفين عن بعض؟ هما الاثنين ريستريكتيف زائد مال ابزوربتيف، يعني الاثنين انا بعمل فيهم تصغير لحجم المعده زائد ان انا بعمل باي باس لجزء من الامعاء. فالاثنين هما نفس الوظيفه، لان ناس كتيره قوي بتسال احنا ما نعملش تحويل مسار كلاسيكي، انما لو سمحت عايزين نعمل تحويل مسار مصغر. هي الناس معتقده ان تحويل مسار مصغر هو تحويل مسار جزئي، الكلام ده مش مظبوط. تحويل المسار هو تحويل مسار، بمعنى ايه؟ مسار اكلنا الطبيعي من المريء للمعده، تطحن الاكل ترميه على 6 متر متوسط طول الامعاء في الناس الطبيعيه. كل ما نزلنا لتحت في الامعاء كل ما قوه الامتصاص بتضعف لغايه لما توصل زيرو
عند نهاية الأمعاء، وبعد كده القولون مسؤول إن هو يمتص المية ويطلع البراز. فالأمعاء الدقيقة دي طولها تقريبا من 6 إلى 8 متر، مسؤولة عن الامتصاص. الأكل بيعدي فيها، يحصل فيه امتصاص تدريجيا، فوق قوته قوية جدا في الامتصاص، وتبدأ تقل لغاية لما ننزل لغاية تحت. معنى كلمة تحويل مسار إن أنا بغير مسار الأكل عن المسار الطبيعي، بمعنى إن رقم واحد لازم أقلل من حجم المعدة، بدل ما المعدة كبيرة جدا أنا بعزل منها جزء صغير تماما عن باقي المعدة ويبقى مقفول. وبعد كده في تحويل المسار المصغر اللي هو مش جزئي، هو تحويل مسار كامل بس اسمه مصغر، بنعد 2 متر ونوصلها بعد 2 متر الأمعاء دي بالمعدة الصغيرة بتاعتنا. وبالتالي لما العيان يجي ياكل ينزل الأكل في المريء على المعدة الصغيرة، وبعد كده يروح نازل على الأمعاء مفوت أول 2 متر اللي فيهم امتصاص قوي جدا، ويكمل على بقية 4 متر اللي تحت. يبقى العيان استفاد إن هو كمية أكله قلت، واللي بياكله بيستفيد منه بنسبة 60%. رقم 3، الجزء اللي مش شايف اللي هو الميتابوليك، إن الأمعاء مش متعودة تقابل الأكل بالكونسيستنسي دي، فبتبدأ تطلع هرمونز. الهرمونز دي في منها اللي بيحسسك بالشبع، في منها اللي بيعيد ريسيتنج للبنكرياس اللي هو يظبط قصة البنكرياس ويفرز هرموناته، في منها اللي بيعمل لايبوليسيس ويكسر الدهون. دي حاجات هرمونز أو ميتابوليك نتيجة للتحويلة دي. GLP-1. تحويل المسار الكلاسيكي هو تحويل مسار، بس ده بيتعمل بتكنيك مختلف، أصعب سنة من تحويل المسار المصغر، عشان العيانين اللي بيبقى عندهم ريفلاكس اللي هو ارتجاع بصورة قوية، فده بيبقى أفضل إنه يعمل تحويل مسار كلاسيكي. وهنا نوصل لنقطة مهمة جدا، العيان ما ينفعش إن هو يختار التكنيك، العيان بيكشف، والعيان ما ينفعش إن هو ياخد داتا عن طريق السوشيال ميديا ويبدأ يتكلم ويختار. قرار العملية هو قرار متوازن ومشترك ما بين الدكتور والعيان على حسب الكلينيكال داتا بتاعته وحسب احتياجاته والستايل اوف لايف. هقول لك الكلمة هترد عليها بجملة صغيرة خالص مكونة من 3 أو 4 كلمات، عليها تعليق عليها كأنك كانهم هرصهم لك كده، كأنهم في صف حكم أو اتهام أو تعليق أو الآخر. أول شخصية قدامك بالون المعدة، هتقول له إيه؟ خلاص الوكالة الفرنسية قالت رأيها، وأنا بقى لي 15 سنة عمري ما ركبت لا بالونة أو اتنين. إياه منعتها بنصور. بس هم قالوا، بس هو هتتمنع يعني؟ لا، في الوكالة الأمريكية شغالة برضو في البالون. بون أبيتي. كشكشة المعدة والفرش دي عمليات في ظل التاريخ انتهت نتيجة لفشلها بنسبة 100%. حزام المعدة عمليات في 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 غياب الظلمات نتيجة لفشلها بنسبة 100% على أرض الواقع. الدباسة الحديثة، الدباسات بقى ما هو دي برضو فيها، بس احنا مش هنتكلم كتير على الدباسات لأن دي تكنولوجي، والتكنولوجي دي ليها دور كبير جدا في ان احنا نجيب نتائج أحسن. فلا، أنا موافق على أي تكنولوجي موجودة، إنما احنا بنتكلم في تكنيكس عمليات، دي حاجة ودي حاجة. دباسات أنا لا، كل ما كانت الدباسة حديثة، كل ما كانت التكنولوجي فيها عالي، كل ما كانت السيفتي أعلى، كل ما كان فايدة للعيان. تنورتنا وأبدعت. كالعادة صريح مباشر كاشف للكثير من السلبيات وكثير من المعتقدات الخاطئة التي سنبذل مجهودا كبيرا جدا لكي نزيلها من عقول الناس، لأنها مر زمنا طويل على زراعتها في عقول الناس، وبذل جهد كبير من المغرضين الذين يتمنون أن تستمر في النمو في عقول الناس، إما أساليب منعت من العالم أو تقنيات أثبتت فشلها. ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، أستاذ جراحة السمنة المفرطة واستشاري جراحات المناظير، أستاذ جراحة التكميم وتحويل المسار، عضو جمعيات الأمريكية والأوروبية لجراحات السمنة والاتحاد العالمي لجراحات السمنة. نورت كالعادة الناس الحلوة. تسلم. خليكم مع الناس الحلوة.
الدكتورة هبة متولي، استشاري علاج الحول للأطفال والكبار والمياه البيضاء وجراحات العيون للأطفال وعلاج كسل العين، دكتوراه طب وجراحة العيون جامعة القاهرة، زميل الكلية الملكية البريطانية، عضو الجمعية الأوروبية لعلاج الحول وجراحات عيون الأطفال. Mom, my shoelaces. You can do it. Please. Okay. Two bunny ears, loop around and pull together. Got it? I don't want to be here. James, I want you to pick an artwork you like and tell me about it. Art is a wonderful thing and I want to enjoy it with you. Okay? What do you see? Come. See? Okay. Before you towers a terrifying scene of war. Thousands of horses loose break the grassy ground and the cavalry charge. Soldiers sporting blood red uniforms ride with valor in a fearless resolve to attack. Some blow military bugles, others raise their voice in a war cry. Mighty silver blades are exalted above their heads, leading up front a commander on a mighty white stallion. The beast's eyes were wide and ferocious, every muscle and vein pulsing through his skin. The commander rides the steed high, his face blazing with heroism. But still in his eyes, a glimmer of fear. For at the front line. أهلا بكم. الثقة اللي بتديها طبعا هنا مشهد إنساني مهم جدا. طفل بيعاني من حول ووالدته لا ترى. بس الثقة الكبيرة اللي بيديها الأهل للطفل اللي عنده حول دي أهم ثقة. ودي البيز اللي بيبني عليها كل حياته بعد كده. هي دي القاعدة اللي بيبني عليها حياته. من أشهر الفنانين اللي كان عندهم حول وأنا على المستوى الإنساني بحبه والمستوى الشخصي والفني طبعا هو يعني أسطورة أسطورة عبد الفتاح القصري. عانى كتير في حياته، سكر طبعا، سود الطينة بالله لأنه كان مريض سكر بياخد إنسولين في أواخر حياته، والزهايمر بدأ يعني من هو، أنتوا عارفين القصة. لكن النهاردة حوار ممتع جدا جدا في عالم الحول للكبار والصغار، عالم ممتع للغاية مع قيمة علمية كبيرة واسم لامع في علاج هذا الأمر، علاج الحول، والها ليها دور مهم جدا. حاجة تانية هنتكلم عليها تاني مهمة كمان جنب الحول، هي ليها علاقة بالحول بشكل أكيد، لكن اسمحوا لي نرحب بضيفتي العزيزة، واحدة من الأسماء البارزة في هذا المجال، الأستاذة الدكتورة هبة متولي، استشاري علاج الحول للأطفال والكبار والمياه البيضاء وجراحات العيون للأطفال، علاج كسل العين، صاحبة الدكتورة طب وجراحات العيون بكلية الطب جامعة القاهرة، زميل الكلية الملكية البريطانية، عضو الجمعية الأوروبية لعلاج الحول وجراحات عيون الأطفال، واحدة من نجوم عالم الحول. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك. من فترة طويلة من سنتين بدأتي حملتك لا للتنمر، صح كده؟ ما تخبيش عينيك ما تخبيش عينيك ولا للتنمر. احكي لي بقى، زي النهارده من سنتين بدات الحمله دي، النهارده وصلنا لايه؟ هي يعني الحمله ما شاء الله اتكرمت عليها وحاجه عظيمه بالظبط. هي الحمله حمله توعيه للناس، اسمها ما تخبيش عينيك لا للتنمر، ان احنا بنقول للناس، كل الناس بنعمل لهم توعيه ان مرض الحول اصلا بيتعالج، وكل الانواع ومعظم الانواع بتتعالج، وبنرد فيها على، حتى انا طلعت مع حضرتك كذا مره، بنرد فيها على اشاعات خاطئه كتيره جدا في علاج الحول كانت بتمنع ناس من ان هم يتعالجوا. الحقيقه رد فعلها على الناس يعني والجمهور كان هايل جدا، لدرجه انه انا في ناس كتيره جدا جدا انا بسميهم ابطال الحكايه او ابطال الحمله، لان كلهم كانوا بيجوا يتعالجوا، يقولوا لي يا دكتوره هبه ارجوكي طلعينا في التلفزيون علشان
نعلم الناس ان هو المرض ده بيتعالج، احنا ما كناش نعرف ان هو بيتعالج، ووري ناس نجحنا يعني في العلاج، يعني لدرجة انه الجمعية المصرية لحقوق الانسان كانت جت وقدمت لي تكريم كده لطيف جدا في العيادة يعني علشان علاج الحالات واعطاء الناس امل بسبب حملة ما تخبيش عينيك لا تنمر. فالحمد لله يعني الحملة نفعت حتى اللي ما تعالجش عندي، فهو برضو بيعرف ان هو يعالج يعني ليه علاج، وبيتجه للدكتور متخصص في الامر ده يعني في علاج الحول، وبرضه بيلاقي العلاج ما شاء الله. وعموم مصر كلها يعني ما شاء الله في كل مدينه في مصر في ناس طبعاً متخصصه طبعاً. جمعيه الحول او يعني جمعيه طب عيون الاطفال ما شاء الله قويه يعني بالزبط. ايه هو الحول اساسا؟ الحول هو عدم استقامه الجهاز الحركي للعينين، يعني ممكن عين تكون منحرفه للخارج او عين تكون منحرفه للداخل، عين تكون منحرفه راسيا فوق او تحت، يعني العين انحرفت عن مسارها المستقيم ان هما العينتين يكونوا at the same axis. الحول طبعا مرض، يعني في الحول هو مرض، هو اضطراب في الجهاز الحركي للعضلات، فده مرض غير الحول الكاذب اللي هو مش مرض، يعني واحد عنده رسمة عينه توحي بان هو عنده شوية انحراف لكن تيجي تفحص تلاقي مفيش حول. ده الفرق بين الحول الحقيقي والحول غير الحقيقي اللي هو الحول الكاذب. ايه الاسباب بقى؟ على حسب الحول بيختلف في الأطفال عن الكبار، يعني الأطفال أنواع الحول كتيرة جدا جدا جدا، الكبار أنواع الحول يا إما حول يعني مهمل من الصغر، يا إما حول مكتسب بقى نتيجة أي ضعف أو خلل في أعصاب العين. الحقيقة من كتر بقى أسبابه وأنواعه أنا دايما بسهله للناس أن أنا أقسمه لهم من ناحية وسيلة العلاج، لأن هم يعني هم لا يعنيهم كل الأسباب، هم يعنيهم في الآخر أنا هتعالج إزاي، يعني هي دي الفكرة. العلاج الحول بينقسم لجزئين، علاجه في الأطفال أو علاجه في الكبار. علاجه في الأطفال في بعض الأنواع علاجها نظارة بس، في بعض الأنواع علاجها عملية فقط، وفي بعض الأنواع علاجهم نظارة وعملية، جزء نظارة وجزء عملية. بالنسبة للكبار كل الأنواع علاجها عملية، يعني أكبر من سن 18 سنة أقدر أعمل حاجات كتيرة للحول عملية، لو الحول مرتبط بنضارة ممكن أعمل الناس ليزك، بس كل ده أنا بتكلم على بعد سن 18 سنة. يبقى كل الحول في الكبار علاجه عملية whatever كان نوعه إيه، لكن الأطفال هو لازم إحنا نفحص ونحدد ونقسم أنواع الحول ونشوف كل نوع حول علاجه بقى إيه من الثلاث وسائل اللي أنا قلتهم أو ذكرتهم. عايزين نعرف أشكال الحول وكيفية تشخيصه. الحول من الأمراض اللي بتعتمد على تشخيص الطبيب المتخصص في العيادة، يعني مفيش مثلا جهاز معين بيشخصنا الحول ندخل العيان فيه يطلع الحول متشخص، لازم نشوف العيان في العيادة المريض ونشخص الحول، لأن هو بيعتمد على تيست إحنا بنعملها دكاترة متخصصين في أثناء الفحص في العيادة. في حول داخلي ناحية الأنف زي الصورة، ده محمد ده لطيف خالص، عنده حول داخلي وده كان علاجه جزء نظارة وجزء عملية، وطبعا بعد العملية لبس النظارة للجزء بس بتاع النظارة، لكن في جزء طبعا صلحناه بالعملية. اسمه الأنسي ده، الحول الأنسي الداخلي. بالظبط. في حول وحشي بقى. في حول ده برضو حول أنسي ناحية الأنف. في بقى الحول الوحشي اللي هو العين بتنحرف بعيدا عن الأنف، وده كل حالاته عملية، بس النوع ده احنا بنختار وقت العملية على حسب حالة الطفل وعلى حسب عمر الطفل. يعني في أنواع أنا بقول هعملها دلوقتي، وفي أنواع بنأجلها لبعد سن 4 و5 سنوات. يبقى ده برضو بنرجع نقول إن الحول في تشخيصه وتحديد النوع والعلاج بيعتمد على فحص الطبيب وتقييمه الطبيب المختص في العيادة. اللي احنا شايفينه ده يعني دي حالة مثلا احنا عملناها عند سن سنتين، مع انه يعني مش بالمعتاد ان انا بعمل حول وحشي قبل سن 4 سنين، بس دي حالة اضطريت الى ان انا اعملها لان نتيجة لمثلا تحكم الطفل في الحول، الحول هيأثر هيعمله كسل في العين، فده برضو بيجعل التقييم ممكن اشوف نفس الطفل واخره واجله، ممكن اقول لا خلاص تعالوا نعمله بكرة. دي بس دي مثلا في حاله دي سن اكبر شويه، دي سن اكبر شويه، فخلاص بعد سن 5 سنين علاجه عمليه حول. العمليه هنا عمليه في العضلات، في العضلات بالظبط، مش في اي حاجه ثانيه، عمليه بالزبط. عضلات حوالين العين بالظبط. وده حول داخلي، هو علاجه عمليه فقط، يعني الطفل محتاجش نظاره، هو محتاج عمليه فقط، فده اللي بقوله يعني نوع وبعده إيه وسيله العلاج. ايه الفرق بين حول الاطفال وحول الكبار؟ أنا يعني زي ما قلت لحضرتك
الأطفال أنواع الحول فيهم أكتر بكتير وبيحتاج تشخيص وحكمة في القرار. الكبار أنواع الحول بتاعهم يا إما حول مهمل من الصغر وده طبعا برضو بنعمل له عملية، يا إما الحول المكتسب بقى اللي هو بيبقى معاه ازدواجية في الرؤية وده من الأنواع اللي أنا بخاف منها ولازم أعمل له شوية تحاليل وأشعاعات عشان أعرف سببه إيه ونعالجه. يعني مثلا حاجه زي دي ده كبار ده حول ده خلاص علاجه عمليه حول وحشي علاجه عمليه والحول طبعا بيتعالج في اي سن في اي سن ممكن اي سن نعالج فيه الحول. في شائعات او معتقدات ثابته في دماغ الناس عن الحول منذ القدم. اول هذه المعتقدات ان الحول مرض هنعمل له عمليه هيرجع تاني العين هترجع تحول لي تاني. هو الشائعه دي من الشائعات اللي بتاخر علاج ناس كتير. يقول طب انا هتعالج ليه ما الحول هيرجع تاني؟ الحقيقه في القصه دي ان الحول عمره ما هيرجع تاني بالظبط زي ما كان لو بدانا العلاج صح ولو عالجنا وشخصنا العضلات اللي فيها خلل صح ودخلنا عليها وعملنا لها وصلحنا الخلل اللي فيها، يبقى عمره ما هيرجع زي ما كان لو اتعالج صح. لكن في نسبه 10% من الناس بيحتاجوا خطوه تانيه تكمل العلاج لو في بواقي بسيطه للحول، لكن الحول عمره ما هيرجع تاني لو اتعالج صح. يعني انا ما بحبش ابدا اسمع الكلمه دي. انا النهارده جايبه دي هبه، دي بنت لطيفه خالص، دي عملت لها عمليه وهي صغيره وجت زارتني بعد ما كبرت بكذا سنه وبرده ما عندهاش اي حول. فانا جايبه كذا مثال علشان الشائعه دي اللي برده الناس كلها يعني بتتماس، دي هبه بعد ما كبرت يعني تينيجر يعني 15 او حاجه في السن ده، هي احنا عملنا العمليه وهي عندها تقريبا سن 5 سنين او حاجه وعادي خالص ومفيش اي مشكله. فانا جايبه كذا مثال من الامثله دي عشان الناس تعرف ان هو مرض بيتعالج. ده عمران، ده طفل لطيف جدا. انا يعني كل الناس حافظاهم صح فعلا، يعني مرتبط بالمرضى كده ارتباط عاطفي. ما هو هيبقى لما كبر بعد سنتين اهو من العمليه جاي كان جاي يزورني. ف يعني في مثال كمان لطيف لحد انا جايباه برضو، كان البنوته دي لطيفه جدا، انا يعني بعرضها دايما. دي كانت العمليه بتاعتها وهي عندها 7 شهور وبعدين لقيتها من اسبوعين ثلاثه كده بعت لي صورتها انها كبرت وفويس مسج وازيك يا دكتوره هبه وبتسلم عليه، فانبسطت جدا. فحاولت ان انا برضو يعني اوري للناس انه الحول بيتعالج ومش لازم يرجع تاني، ودي كلها اشاعات خاطئه يعني. بس نورتي وشرفتي وعايزين ننهي بلال التنمر تاني. يعني قولي لي بقى بلال التنمر ناويه تعملي فيها ايه تاني؟ مستمرين احنا مستمرين في التوعيه على سواء السوشيال ميديا سواء في اي برامج بطلعها توعيه ما تخبيش عينيك يعني مستمرين عليها، لانه حقيقي في ناس كتيره تدخل العياده تقول لي دكتوره هبه ما تخبيش عينيك مش هنخبي عينينا تاني، فبتبسط بيهم جدا. فيعني انا ثانك يو طبعا احنا بدانا الحمله دي في برنامج حضرتك دكتور ايمن، وشكرا ليكم جميعا وبس، وان شاء الله يعني ما تخبيش عينيك على طول وان شاء الله مزيدا من التكريمات على ده وغيره. ويعني شيء رائع جدا إن أنتي عملتي حاجة حلوة خالص، وهي نقل البراكتس العلمي الطبي لشكل مجتمعي، يبقى له أبليكيشن مجتمعي. كل واحد في برانشاته، كل واحد في طب في مجاله. اللي في السكر يعمل دوت، واللي في العيون زي ما أنتي عملتي تمام، واللي عندهم الأمراض في تلايجو مثلا في الجلدية، لا للتنمر من الجلدية من أمراض الجلدية، لا للتنمر من الشورتج القصر القامة، إن أنا بقى أطلعه من الحالة، مش لا للتنمر وأسكت بالظبط. يعني أيوة واسيبه ما هو يعني ما عملتلوش حاجه وعملت لا للتنمر، ده مش الشغل اللي احنا عايزينه. الشغل اللي احنا عايزينه لا للتنمر بان انا احط ايدي معاه وانقذه من هذه الحاله بالظبط، ان انا اوجد له حل بالظبط عالجه بالظبط. حقيقي نورتي وشرفتي وابدعتي. ضيفي ضيفتي العزيزه واحده من نجوم عالم العيون الاستاذ دكتوره هبه متولي، استشاري علاج الحول للاطفال والكبار، مياه البيضاء وجراحات العيون للاطفال وعلاج كسل العين، وصاحب دكتوراه طب وجراحات العيون من جامعه القاهره، وزميل الكليه الملكيه البريطانيه، وعضو الجمعيه الاوروبيه لعلاج الحول وجراحات عيون الاطفال. دايما بتنوري الناس الحلوه. ثانك يو، خليكم دايما مع ناس حلوه.
الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي جامعة عين شمس. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم الفقرات، في عالم كمان الفقرات أو غضروف العنق تحديدا. خلينا نتكلم as general، مش لازم نبدأ كلامنا بس بالعنق، العنق أو الظهر، بس هو حوارنا النهاردة عن العنق، في حوار قبل كده اتكلمنا فيه عن الظهر، لكن أنا هتكلم على الخرافات، هتكلم على التخاريف الكبيرة والكثيرة اللي محدش يشتكي من مشاكل رقبته، مشاكل وألم وبتاع، وهنتكلم عن الأعراض اللي بتحصل في الرقبة، لكن كمان غير الألم كيفية التعامل معاه. في ناس لغاية دلوقتي بتروح تعمل شد جامد جدا للرقبة، طب ما ده مش محسوب وبتعمله عند ناس مش دكاترة، ده بيودي الدنيا في داهية، ده ممكن يصيب الإنسان بشلل. في ناس بتستخدم عصاية، ده تخيلوا بقى في 2020 و2021 ان ناس بتروح لحد بعصاية للظهر او للرقبة، ده جلمة جنين يا جماعة، ما يتوصفش بحاجة تانية، ده ملوش حل تاني، ده اسوأ من النصب، ده جنان. النهاردة اسم كبير، ضيف العزيز، واكيد بيشوف نوعية دي في حواره مع مرضى، اسم اضاف لنا الكثير جدا في التداخلات المحدودة في علاج الالم، واحد من رموز هذا المجال، من مجالات علاج الألم اللي أصبحت في العالم كله دلوقتي واحدة من المجالات المنتشرة انتشار كبير والمؤثرة، وتلعب دور مهم جدا في كل فروع الطب الحقيقة، لكن النهاردة حوارنا عن المخ والأعصاب أو بشكل عام الفقر. ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة أستاذ الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي والعمود الفقري بكلية الطب جامعة عين شمس. ضيف العزيز أهلا بك. أهلا وسهلا. قبل ما أبدأ، أكيد بتيجي لك حالات مرت بالحاجات دي. 30% من اللي بيخش العيادة 30% مجربين العصاية ومجربين التشريط، ويعني جالي مهندس حد شرط له رجليه قطع العصب ومش هيتصلح، وعنده سقوط في القدم، عشان مهندس اقول له انت ازاي توافقت ازاي، قال لي الغرقان بتعلق في اشياء. 30% يعني كل فعلا. وحضرتك في منطقة تصم يعني مصنفة لانها اللي هي السوبر إيديت بتاعة المناطق الطبية، يعني عمل بقى الحتة الثانية دي بكام في المية؟ أكتر من كده، هو كله بيجرب، وللأسف تلاقي زي ما أنت شفت كده سمكري، شغل سمكري، وفي ناس بتستفيد، مع احترامي طبعا السمكري ده راجل محترم جدا وشغله محترم بس جدا، مش في البني آدمين، مش في البني آدمين، وبعدين في ناس بتستفيد، يقول لها استفدت، ما هو فكلك عضلات، يعني أنت لو رحت لبتاع مساج كان هتستفيد، بس الاستفادة مؤقتة، هو المشكلة قائمة، الغضروف موجود والألم موجود، تستفيد مؤقت بعدين الدنيا ترجع تاني زي ما هي. فدي يعني لازم طبعا يبقى ليها تقنين ويبقى فيه رقابة، هو فيه بس المسألة وبين فيها وسعت قوي طبعا، ده في العالم كله كوارث. يعني غضروف العنق ايه هو؟ العمود الفقري فقرات منها غضاريف وجواها أكتر حتة شايلانة بعد مخنا، اللي هو امتداد للمخ، الحبل الشوكي، حبل الشوكي ده يطلع منه اعصاب، الاعصاب دي بتغذي ايدينا، ولو كملنا لتحت هتغذي رجلينا. فالغضاريف هي اللي بتساعد على حركه الراس يمين وشمال، وتخلينا نوطي ونعمل راسنا لفوق. لو عملنا عليها حمل زياده، اتحركنا غلط، مسكنا الموبايل بالساعات، الغضاريف دي هتتاثر. والواحد ما قالش ان الموبايل غلط، بس عدله الراس، ماسكه الراس، تشيل بطريقه غلط، ترفع بطريقه غلط، كل الحركات دي هتخلي الغضروف يتحرك مكانه، يلتهب، يدوس على الاعصاب، تعمل المشكله. ايه الاعراض اللي بيشتكي منها الناس اللي عندها مشاكل في الغضروف العنقي؟ الام في الرقبه، وممكن يقول انا عندي صداع خلفي في اعلى الراس، ممكن يقول انا ما بحرك راسي الاقي في الم. يعني الرسمه اللي قدامنا دي بتقول لك حتى احنا عارفين دلوقتي لما الحته دي يبقى فيها مشكله، يبقى الغضروف الفلاني اللي فيه مشكله. لما الحته دي تبقى فيها مشكله، الالم ينزل من الرقبه، اعلى الراس، اعلى الظهر، اعلى الكتفين، وبعدين ينزل في اعلى الظهر من فوق، كل ده عنقي. وزيه لي في القطر، وبعدين ينزل على الايدين. يبتدي بقى لو داس على الاعصاب اكتر، يقول لك بقى المريض انا بتنزل كهرباء، بتنزل حرقان لصوابع ايديا،
ونقدر كمان نحدد اسم العصب بالظبط لما يقول انا صباع. يعني هي الفكره حاجه واضحه. لكن تخيل بقى انت قلت المقدمه دي، احنا عارفين المشكله فين، واحد يخش بعصايه من بره، طب هتيجي ازاي؟ لا ما طبعا الكلام مش مظبوط. هنا بنحدد بالظبط لو عرفنا الالم المكان بتاعته هنحدد بالظبط المشكله على طول، هتعرف المشكله فين وتقدر توصل للمشكله وتقدر تعالجها ما دام عرفت المشكله فين. وبالتشخيص، فحص كلينيكي الاول بعدين نعمل تشخيص برسم عصب باشعه رنين على الفقرات الرنقيه باشعه مقطعيه، الاساليب مختلفه للتشخيص بنوصل للمشكله. اذا عرفت مشكلتك هتعرف تحلها. لكن ما عرفتش المشكله وقاعد تجرب، الانسان مش تجارب، ما ينفعش يبقى حاجه عقل تقارب. بالظبط. ناس كتير بيجي لها المشاكل دي وتهملها بمعنى الكلمه. تهملها وتذهب الى حته معينه او تهملها وتاخد مسكنات. شوف احنا الشعور بالالم كلنا هنشعر بيه. يعني زي ما التقرير في الاول بيقول 85% من الشعب الالماني شعر بالالم. كل العالم بقى هيشعر بالالم. في واحد بيشعر بالالم ويتعالج، في واحد هيشعر بالالم وما يطلبش العلاج. يعني ده بقى الفكره، الاهمال بقى. فاذا الشعور بالالم ده اجباري، كلنا هنشعر بالالم. الاختيار في ان انت تتعالج. لا انا عاوز اتعالج، مش عاوز افضل اتالم. الالم ده يعني بعد الشر عن الجميع لما بيجي الواحد، لا طبعا لو جه تلاقي الام والعين ما ينامش، يقول لك انا مش عارف احط راسي على المخد، انا بتقلب يمين وشمال بالليل مش عارف انام. حالته النفسيه بتتاثر كمان، يعني الالم يبقى مزمن كمان، الناحيه النفسيه تبقى سيئه جدا، يبقى مش طايق نفسه، مش طايق، مش عارف يروح شغله. ولو كان راجل كبير في البيت يبقى مش طايق اهله واولاده من الالم. الاهمال هنا لا، ما ينفعش نقعد سنين بقى مهمل ولا لا. هو ليه مهمل برضه؟ هو بيتالم، المفروض يروح، خايف. خايف من الجراحه، اصل فلان عمل حاجه وحصل له شلل، اصل فلان عمل حاجه وحصل له مشكله، هو خايف مرعوب انه يروح يعمل حاجه. لكن مع التطور العلمي اللي احنا فيه وكل يوم نشوف حاجات جديده، لا انا دلوقتي الموضوع بقى امن جدا ان انا اقدر اوصل للمشكله واحلها بتدخلات زي ما حضرتك قلت في الاول، تدخلات محدوده وتكنولوجي جديد وعلم جديد، واقدر اوصل للمشكله واحلها بدون ما افتح رقبه العيان، بدون ما تدخلات زي التردد الحراري، تبخير غضروف، اوصل للاعصاب واعالجها وبتحل المشكله نهائي. لان برضو الاعتقاد السائد اللي بتساله كتير في العياده يقول لي طب احنا ده مسكن، ده انت بتدي حاجه كده تموت العصب. ما فيش عصب بيموت، لو عصب مات ايد العين تتشال، الكلام ده مش مظبوط. لا ده العصب بيبقى سليم، بنعمل عمليات تحفيز عصب، تنبيه عصب، الغضروف يتشال بالتبخير بالات رفيعه جدا زي الشعره بتوصل للمشكله وتبخر القلب، المريض بيبقى صاحي، يبقى ما يتألمش أثناء العملية، فيش ألم خالص، لأنه بياخد بنج موضوعي زي البنج بتاع السنان بالظبط، زي دكتور السنان. ونقعد معايا مثلا نص ساعة ساعة، بعديها يروح أوضته يلبس هدومه وياكل حاجة ويروح البيت. تاني يوم يروح شغله. ده تقدم. غير بقى تخيل في المقابل أنا هعمل عملية جراحية والبس رقبة. هنا في الطرق الجديدة التبخير والتردد الحراري ما بيلبسوش رقبة، بالعكس بقول له إلع الرقبة. الرقبة هتعوقنا وهتزود المشكلة مش هتحلها. هتعمل تثبيت للرقبة والفقرات بتاعتها، وأنا مش عاوز كده، أنا عاوز يتحرك، عاوز رقبته تروح يمين وشمال وتيجي. الجراحة العكس. هل الجراحة غلط؟ لا، تكملة، كله بيكمل بعضه. في عيانين لازم جراحة. لكن المنطق بيقول لما العيان يجي له مشكله في رقبته ما يهملهاش، ابتدي ادور على الحل الابسط الاول. اتحلت بالحل الابسط، اوكي، ما اتحلتش بالحل الابسط ادور بقى على السكه الاصعب. ده المنطق. التبخير نبدا بيه الاول، نفهم يعني ايه تبخير وبندخل في انهي منطقه بالظبط نشتغل عليه. الغضروف ده الجزء الطري اللين اللي بين العظم، ليه قلب اسمه النواة وليه غلاف خارجي اسمه الانيولس، او يعني جزء الغلاف الخارجي. النيوكلس دي هي اللي فيها مشكله، فاحنا بندخل سلاح رفيع من رقبه العيان بتوصل لقلب الغضروف وتتوصل بجهاز، الجهاز ده بيطلع تيار كهربائي بنسميه ترددات حراريه او راديو فريكوانسي، ونوع معين من الراديو فريكوانسي يقدر ياكل قلب الغضروف
ويبخر ويفضل الغضروف موجود بس بدون ما يضغط على العصب. ده تقدم. طب انا العيان الضار في ايه؟ ده فتحه قد راس الدبوس، يعني فتحه ابره بالظبط، يعني مفيش فتحه، يعني كان انا حتى لو هيبص على رقبه المريض بعديها بيوم مش هيكتشف ان في حاجه دخلت وحاجه خرجت. وده معنى التبخير، نوصل للجزء الضار في الغضروف اللي ضغط على العصب ونشيل ضغط الغضروف على العصب. بدل ما حاجه عامله بريشر كده وعامله ضغط، انت شلت البريشر والضغط وحافظت على الغلاف الخارجي للغضروف، فحافظت على الاستابيليتي، على ثبات الرقبه زي ما هو، مش محتاج اركب قفص او حاجه بلاستيك، لان الجراح لما يشيل الغضروف هيضطر يركب جزء بلاستيك. طبعا دي حاجه هتركب، لكن هنا انا هسيب الغلاف الخارجي، وده حل نهائي، لان الناس فاكره ان ده حل مؤقت، لا، حل نهائي، يعني تمثل الجراحه وتفوق الجراحه في بعض الاحيان في النتائج، حاجة كويسة جدا، التقدم ده بالنسبة للتبخير. طيب التردد الحراري، التردد الحراري جهاز آخر والتكنولوجي احنا استخدمناه في الطب حاجات كتير، أورام الكبد في علاج الركب، احنا بقى استخدمناه هنا في علاج الآلام الأعصاب اللي فيها مشكلة، ودخل سلاح رفيع وإبرة رفيعة توصل لأماكن الألم، وبتعالج المفاصل بتاعت رقبته، وتعالج الأعصاب اللي نازلة على ايديه. إذا هو تكنولوجي جميل، تكنولوجي حديث، والعيان بعديها بنص ساعة بيروح البيت. أنا بعالج بيها العصب اللي مسبب للألم، وبعرف بالظبط الجهاز التردد الحراري ده يقدر يقول لحضرتك إن فين المشكلة، مش بس بيعالج، لا، ده في الأول بيحدد أماكن الألم، والعيان هو صح يقول لي أيوه هو ده الوجع اللي بيجيلي، ده بالظبط الألم اللي بيجيلي، ويبتدي يطلع الذبذبات عليها. يعني احنا وجود العيان صحي في العمليه ما فيش الم خالص هو بشعر بيه، لكن بنديله التيار كهربائي خفيف وحاسس يقول لي ايوه هو ده الالم اللي بيجي لي مكانه بالظبط. فده اجهزه حديثه كلها تكنولوجي، كلها حاجات متقدمه جدا وفيري ادفانسد، ومعترف بيها في العالم كله، مش مثلا بنتكلم على اختراع ولا بنجرب في الناس، لا، معترف بيها في العالم كله. التردد الحراري والتبخير دلوقتي واحده من العلاجات اللي هو مينيمال انفيتيف العالميه، و اف دي ابروفد، يعني والدبليو اتش اي دبليو اتش او ابروفد، حاجه بس لازم المريض يتحرك في الوقت المناسب. ايوه بالظبط طبعا، ويروح بدري ما يلاقي في مشكله، لا يروح ويكشف ونحدد له المشكله ايه، ينفع بالطرق الحديثه، لو ما ينفعش لا يروح يعمل جراح. الاغلبيه ودي النقطه الواضحه، الاغلبيه بينفع لهم علاج بالتدخل المحدود. اغلبيه. المميزات في التدخل المحدود غير اللي احنا قلناه ايه؟ ما فيش جرح. ودي حاجه مهمه جدا، لان الجرح برضه ليه مشاكله. الحركه الطبيعيه للرقبه في نفس اليوم، مفيش رقبه هيلبسها، رقبه حاجه مزعجه جدا، تخيل انت حاجه مكتفاك تتحرك زي الانسان الالي كده، ينزل شغل وبعديها بيوم بيومين انا بقدر اروح بيتنا تاني يوم، ما عنديش مشاكل خالص. النتائج تقارب الجراحه وتفوقها في بعض الحالات، نفس النتائج، وكل الابحاث العلميه بتاكد ان نفس النتائج وتفوقها فعلا. تقدر تحدد المشكله مش بس بتعالجها، يعني ده الجهاز يقول لك المشكلة وبعدين يعالجها، يعني ده حاجة يعني تقدم رهيب. يقيس مستوى الألم، يقيس مستوى الألم ده موجود دلوقتي في الانفستيجيشن. التحسن بيحصل لو هي حالة ايديال للتردد الحراري أو التبخير، بيحصل بعد قد إيه؟ في خلال أيام من العملية يبتدي العيان يشعر بالتحسن، في نهاية الشهر يبقى في تحسن كامل ونسبة نجاح عالية جدا. وكمان بعد الشهر ده لو احتاجنا علاج طبيعي، عشان العضلات بتبقى ساعات شدة نعملها، ساعات ما بنحتاجش علاج طبيعي، في اغلب الاحوال ما بنحتاجش علاج طبيعي، الا لو كان العيان بقى يعني عضلاته ضعيفة مش قادرة تشيله، لا يبقى نقويها بشوية علاج طبيعي. لكن التحسن في خلال شهر من العملية، الحركة الطبيعية اليوم التالي، الخروج من المستشفى نص ساعة بعد العملية، فطبعا يعني تقدم جامد. صحيح ان الثقافات في الوطن العربي لسه ما استوعبتش قيمه هذا البرنج بشكل كامل، لكن لا، في كاتيجوري كبير وقطاع كبير من الناس فاهم كويس جدا دور التدخلات المحدوده وعلاج الالم قد ايه مفيد في كل اللي احنا اتكلمنا عنه.
ضيفي العزيز واحد من رموز هذا المجال الاستاذ الدكتور هشام العزازي استاذ علاج الالم التداخلي والعمود الفقري الاستاذ بكليه الطب بجامعه عين شمس، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا في الناس الحلوه. نورتنا يا دكتور هشام. الله يخليك، خليكم دايما مع الناس الحلوه. الأستاذ الدكتور عبد المعطي السمنودي استشاري الحقن المجهري وعلاج تأخر الإنجاب والمناظير، ماجستير الحقن المجهري جامعة باليرمو إيطاليا، عضو جمعية الشرق الأوسط للخصوبة، عضو الجمعية الأوروبية للتكاثر، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة، مدير مركز قرة عين للخصوبة. اهلا بيكم. النهارده حلقه مهمه وضيف مهم جدا، تقيله على القلب وعلى الودن كلمه ان الحقن المجهري يفشل، تقيله. حتى كتاب السيناريو والدراما اللي ما عندهمش خبرات طبيه لما بيكتبوا بيذكروا على عقول الناس او في عقول الناس ان الحقن المجهري ده اللي زي ما بيقولوا كده باللغه الشعبيه المصريه الناس بتجيب من الاخر، ده سهله، حاجه مضمونه، حياه منوي بويضه، جنين هنرجعه الرحم، الامور هتمشي. بس مش دايما الامور بتمشي سلسه، في عوامل كتيره ممكن تدخل تبوظ. فخلينا نقرب من القصه المثيره دي، زي ما قلت لكم النهارده اليوم مهم جدا لانه مع قمه كبيره من قمم الحقن المجهري واسم رائد قدم الكثير لهذا العالم وخبرات طويلة وإنجازات رائعة. الحقيقة شرف لينا النهاردة يكون ضيفنا هو رائد القدير لهذا العالم الأستاذ الدكتور عبد المعطي السمنودي استشاري الحقن المجهري وعلاج تأخر الإنجاب أطفال وأطفال الأنابيب وعلاج بالمناظير، ماجستير الحقن المجهري من جامعة باليرمو الإيطالية، عضو جمعية الشرق الأوسط للخصوبة وتأخر الإنجاب والجمعية الأوروبية للتكاثر والجمعية الأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب والمؤسس والمدير لمراكز قرة عين للخصوبة وتأخر الإنجاب. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. وحشني جدا. الله يرضى عليك، أنت وحشني جدا. يعني خطوة عزيزة. الله يخليك، الله يخليك. لماذا اخترت أن تتحدث في حلقاتنا الأولى عن أسباب فشل الحقن المجهري؟ ده الجزء الأول من السؤال. الجزء الثاني من السؤال، الجنين اللي بيتكون في الحقن المجهري عندكم في المعمل يلعب دور هو نفسه في أن يكون عامل فشل في الحقن المجهري؟ هو سؤال. أهم عامل. أهم عامل عندنا هو الجنين. لازم نقدر حاجة يا أستاذ أيمن. دكتور أيمن، نقدر حاجة، إحنا بندي تنشيط قوي جدا للعيانة اللي هي المفروض تطلع بيضة ولا اتنين في الشهر، تطلع 20 25 15. فبالتأكيد البيضات تطلع غير صالحة كاملة، غير صالحة كروموسوميا. يعني دايما البيضة اللي خارجة هي مشكلة عندها في الدي إن إيه، هي مشكلة عندها في الكروموسومات. فده بيخلي الجنين اللي طالع عنده مشكلة في الدي ان اي والكروموسومات. وبالتالي انا بوضع جنين مش شرط يكون 100% سليم، فده من ضمن الاسباب الرئيسية لفشل الحقن المجهري. طب ايه هو الجنين؟ هو البذرة اللي بنزرعها في الارض، عبارة عن بويضة وحيوان منوي. لو عند حيوان المنوي بتاع الست دي، بتاع الراجل ده، عنده مشاكل تشوهات خلقية مش باينة، عنده مشاكل في الكروموسومات بتاعته، عنده الدي ان اي فريجمنتيشن اندكس بتاعه وحش، ده خطأ قاتل. انا ببدأ العملية بخطأ قاتل، المفروض انا اكون عامل حسابي ان كل حاجة عندي بعملها سليمة، لان الباقي يبقى على ربنا مش علي انا. كل حاجة عندي سليمة، يعني الدي ان اي بتاع الحيوان المنوي، حتى لو الراجل سليم، راجل عنده 100 مليون حيوان منوي وحركه سليمه 100% وشهوات طبيعيه وما عملتوش دي ان ايه، ده خطا. لان ممكن يكون مشكلته في الدي ان هو بيخلفش ليه، ممكن يكون هو مشكلته اساسا في الدي ان ايه بتاعه. فلازم اعمل الدي ان لكل المرضى اللي داخلين حقن مجهري، ادي اول حاجه، يبقى ضمنت حيوان منوي سليم. طب البويضه برضو لها دي ان ايه ولها سيتوبلازم ولها نواه، ممكن يكون عندها مشاكل فيه. ايه اللي يعمل مشاكل في البويضه بقى؟ ده موال طويل. اول حاجه ان سن المراه ما يكونش متاخر، لان كل سن المراه ما يعدي 40 بالتاكيد البويضه هنا بقت بويضه كبيره في السن، عرضه
للتشوهات الخلقية، عرضة للدي ان بتاعها يبقى وحش، عرضة للسيتوبلازم يبقى وحش، فيديني جنين وحش. طب ايه تاني؟ الهرمونات. هرمونات المرأة دي لازم اللي يعمل عملية حقن منهجري من غير ما يعمل هرمونات، حتى لو عينها شكلها صغير لسه، من غير ما يعمل هرمونات دي خطأ قاتل. هرمونات، أهم حاجة عندي في الهرمونات FSH LH برولاكتين E2 TSH AMH. يعني لو AMH وحش يبقى أنا متوقع أن عندي بويضات مش حلوة وقليلة، اللي هو بتاع مخزون المبيض، مخزون المبيض اللي هو مخزون المبيض بتاعي لو وحش يبقى من بدري أنا عامل حسابي أنه ممكن يطلع لي فيها. فلازم أضبط الحالة بتاعتي قبل ما أبدأ بشهرين ثلاث، أضبط جودة البويضة بتاعتي في الست الكبيرة في السن. خدت بالك معايا؟ مش مجالنا يعني، احنا بناخد النهارده نبذة عن اسباب الفشل اللي كلنا مركزين فيها. طب الاف اس اتش مشكلته ايه؟ الاف اس اتش ده هرمون جوده البويضه. الاف اس اتش بتاعي عدى ال 12 انا البيضه وحشه وعدد البيض قليل على طول لو عدى ال 12. طب من 6 ل 12 بيضه جيده، ممكن تبقى جيده، ولكن عدد البيضات اللي طلعت 3 4 5 6 مش هيطلع لك اكتر من كده. طب اقل من كده فيري جود، ما دام نزل عن السته يبقى الاف اتش اتش متوقعه ان البيضات اللي هتجيلي هتبقى بيضات كويسه. ال ال اتش، ال ال اتش لو عالي يديني بويضه لوتونايزد وحشه، ويديني اندوميتريوم بطانه رحم غير صالحه للزرع. يبقى انا ما اعمل العيانه ال اتش بتاعها عالي وسايبها من غير ما انزل ال ال اتش بتاعها، يبقى انا بعرضها لفشل عمليه الحقن المجهري. الاي 2 اللي هو الاستروجين قليل لا عالي، قليل قوي ده غالبا البيضه اللي طالعه مش كويسه، لان البيضه بتطلع 200 ل 400 نانو جرام في استروجين. طب لقيته 100 120 يبقى مش كويسه البيضه من بدري كده، انا عارف انها مش كويسه. البرولاكتين، الهرمون البرولاكتين هرمون الحليب هرمون اللبن، ده مشكلته ايه؟ ضعف في التبويض. ده مشكلته انه بيعمل لي ضعف في التبويض، ادي ادويه كثيره جدا ويطلع لي 3 4 بيضات. لو هو عالي، لو هو عالي يبقى المفروض اظبط البرولاكتين بتاعي. طب التي اس اتش مشكلته ايه؟ ده هرمون الغده الرخيه ملوش دعوه بالحمل، بس هيعمل لي اجهاض مبكر. يبقى قبل ما ابدا اجهاض مبكر يعني فشلت العمليه، قبل ما ابدا لازم اكون ظابط هرموناتي كلها. مفيش حد اسمه يعمل حقن مجهري من غير ما يعمل تحاليل هرمونات كامله. جنين كويس باذن الله، باذن الله فرصه الحمل عاليه، اللي اذا اراد ربنا حاجه تانية. ده بالنسبه لكلمه الجنين، جوده الجنين، جوده الجنين. طيب هروح بقى لبطانه الرحم. بطانه الرحم تلعب دور مهم ايضا في احداث نجاح او فشل للحمل. هي الارض اللي هزرع فيها. انا جاي عندي جنين كويس هزرعه في ارض كويسه باذن الله حامل. طب الارض دي فيها ايه؟ ايه مشكله الارض بطانه الرحم دي؟ بطانه الرحم لو ملوثه مش هتحصل منها حمل، لو فيها التهاب يعني مش هيحصل فيها حمل، لو فيها تضاريس مختلفه يعني فيها زائده لحميه، فيها ورم ليفي دخل في جوه التجويف مغير الشكل بتاع الرحم، ده اسمها تضاريس مختلفه في الرحم. لو عندي حاجز رحم كبير قاسم الرحم اتنين وانا بزرع هخبط في الحاجز، وبالتالي مش هتحمل الست، لان المفروض ان ان الجنين ده عامل زي واحد في الدور العاشر ووقع على الارض يموت. لو انا خبطت بالهزه البسيطه اللي بعملها دي خبطت الجنين في الجدار، ده زي اللي وقع من فوق السطح، هيتاثر وما يحصلش منه حمل. يبقى بطانه الرحم اساسيه لازم تكون جيده وما فيش فيها اي عيوب خلقيه، لا ضيق في الرحم ولا حرف تي في الرحم، الرحم بتاعنا يبقى شكل حرف التي ما يصلحش للحمل، شكل حرف الواي ما يصلحش في الحمل. العيوب الخلقية اللي موجودة في الرحم دي لازم نصلحها قبل ما نبدأ حقن مجهري. ولازم يكون فري ما فيهوش لحميات زي اللي احنا شايفينها. لحميات أورام ليفية زي ما احنا شايفين في الفيديو. بالظبط كده. ظهرت فترة، ومش ظهرت هي موجودة طبعًا، الكلام بالتفصيل على الجهاز المناعي للمرأة. وما زال الحوار، بس عايزين نفهم هل يلعب فعلا جهاز المرأة؟ اخطر حاجه بتعمل فشل في الحقن المجهري وتكرار الفشل. اوكي. والى الان كلها
نظريات مش قادرين نوصل ليها. يعني عندنا حاجتين مهمين قوي، ده المية اللي بتغذي الجنين، المية اللي بتغذي الزرع، المية نظيفة ولا مية مجاري؟ مية مجاري هتموت الزرع. الجهاز المناعي ده هو المية المجاري، يعني الدم ده دم يحتوي على مواد قاتلة للأجنة، أهمهم الناتشر كيلر سيلز اللي هي الخلايا القاتلة، لازم أكون عامل تحليلها. أنا بتكلم ليه؟ أعمل تحليلي قبل ما أبدأ، قبل ما أبدأ بشهر باتنين بعمل تحليل الخلايا القاتلة NK سيلز، أعمل أنتيفوس فلود كلها، هرمونات الأنتيفوس الجسم مضادة للدهون واللوبس أنتوكوال اللي هو الزئبة والأنتيكاردوليبين، لأن دي كلهم أجسام مناعية بتهاجم الجنين ده وتعمل جلطات في الشرايين اللي رايحاله وتمنع الدم عنده فبيموت. التيهل بروان والتيهل برتو دي أساسيين جدا. يعني أنا عندي خمس حاجات، أنتيكاردوليبين لوبس أنتوكوالنت التيهل بروان والتيهل برتو والناتشر كيلر سيلز، دي مهمة جدا. دي خلايا مسؤولة عن المناعة يا جماعة، خلايا بتهاجم أي جسم غريب يخش جسمنا. احنا عايزين نعرف حاجة دكتور، لو انا زرعت واحد كليه هو الجسم هيطردها، طب هيطردها ازاي؟ بيهاجم الوريده والشرايين اللي رايحه لها ويعمل فيها جلطات وتقفل الدم عنها فتموت. طب الجنين ده ما هو نصه جاي من الاب، نصه جاي من زوج، من زوج الزوج ده غريب عنها، فانا حامل ست حامل في جنين نصه جاي من واحد غريب عنها، فمتوقع ان الجهاز المناعي يهاجم هذا الجنين. وربنا خلق تيه البرتو علشان يعمل ماسكينج للبيبي اثناء فتره الحمل. علاوه حاجه تانية، في حاجه ربنا عاملها ماسكينج بيخفي البيبي، يخفي عن جهاز المناعه، عن تيه البروان وعن نشر كلسي. ربنا عامل حاجه بيدي بروجسترون، البروجسترون ده من اكبر الحمايه الطبيعيه للناتشر كيلسز والحاجات دي، بيهاجم يعني بيعمل ماسكينج برضو للبيبي انه ما يتهاجمش بالجهاز المناعي. دي حاجه فيسيولوجيه معموله في جسم الانسان. فالمهم قوي الجهاز المناعي عمل التحاليل اللازمه له قبل ما ابدا، في حاجه ما ابداش قبل ما ايه ما اكون ظبطتها. الانابيب لها دور كبير جدا جدا، وهي من المعجزات، ولذلك قد تلعب برضو دور سلبي في فشل حجمي. الانابيب من لو موجود فيها انتفاخ في الانابيب او مسدوده وملتهبه وسبتها وعملت العمليه على كده، يبقى انا بفشل العمليه بايدي، يعني انا بنفسي بفشل العمليه. فمهم قوي فحص القناتي فالوب قبل العمليه ونتاكد انها مفتوحه وسليمه، لان الانابيب لما تكون منفوخه ومقفوله بترد كل السائل السام، السائل ده سام جدا انفكتد ووحش جدا، ينزل على بطانه الرحم. تخيل الجنين قاعد في اوضته ونزل عليه كل شويه ميه نار من فوق فيموت. فمهم جدا جدا دي اللي انا بسميها ايه يا دكتور ايمن؟ بسميها جيران الارض اللي بزرع فيها. انا بزرع في ارض اهو، والجار عندي زارع ارضه كلها لا مؤاخذه دود وميكروبات، هتعدي على الارض بتاعتي، هتعدي وتفشل الزرع بتاعتي. صديق السوق. صديق السوق. نقل الأجنة، في نقل في اليوم الثالث، نسمع الرابع الخامس. اختيار الوقت السليم لنقل الأجنة من أهم أسباب النجاح. أنا عندي اليوم اللي هنقل فيه الأفضل الأيام الخامس أو السادس، الثالث والرابع ما بيبقاش الإمبلانتيشن ويندو اللي هو شباك الزرع في الاندوميتريوم في بطانه الرحم مفتوح. يعني لازم انقل وانا عندي احساس ان الامبلانتيشن ويندو فتح. الامبلانتيشن ويندو ده ما بيفتحش، بيفتح من يوم ال 20 ليوم 26. فانا الوقت رجعت في التالي ده اليوم ال 18 واليوم 17 مثلا. طب لازم احاول انتظر اليوم ال 20. نقل الجنين في الوقت ده من افضل اسباب النجاح، من اهم اسباب النجاح. الوزن. الوزن طبعا انا بنصح اي ست انا بيجيني الست مليانه شويه بقول لها خس الاول وتعالي بعد شهرين. الوزن مشكله، اولا بيخفض نتائج الحمل بشكل، هو ما بيمنعش الحمل ولكن بيخفض النتائج. انا بدل ما بلعب في 70% ليه اخليها 50 و40%؟ يعني عندي 10 هيعملوا حق، 4 يحملوا ولا 7 يحملوا؟
يعني 10 عاملين حقن، الاربعه يحملوا، انت المليانه في الوزن دي بالتاكيد هتبقى من الاربعه، مش هتبقى من السبعه، وممكن تبقى ثلاثه. يبقى بنصح اي حد ينزل في وزن قبلها. الوزن فيه مشكله تانية، ان انا عندي مشاكل اثناء الحمل، الضغط يعني ضغط بيعلى والفلل بيعلى وتقل البطن على الجنين كتير. الحاجه الثانيه المنشطات اللي اديها لك، انا بدل ما اديكي 150 واحده هديك 300 واحده، يبقى هو مكلف وفي نفس الوقت نسب الحمل قليله وفي نفس الوقت مشاكل الحمل بعد كده كتير. شرف كبير لينا يا فندم وجودك معانا، ودائما متعه في رحله. انا بس انا حبيت بس اطمن الناس ان احنا بالاسلوب ده ممكن تصل ل 70 و80% نسبه نجاح. اقسم بالله لا اكذب عليك فيما اقول، شرف كبير. تعمل 8 تلاقي لك الثمانية حوامل ما شاء الله، يعني ما شاء الله، بيبقى حاجه مسعده مفرحه طبعا جدا. حاجه مفرحه جدا كده. نعمل اللي علينا، نورت وشرفت، الله يخليك يا باشا، وخطوه جميله وعزيزه. طيب فانا العزيز الرائد القدير لهذا العالم استاذ الدكتور عبد المعطي السمنودي، استشاري الحقن المجاري وتاخر الانجاب وعلاج بالمناظير، وصاحب ماجستير الحقن المجاري من جامعه باليرمو الايطاليه، عضو جمعيه الشرق الاوسط للخصوبه وتاخر الانجاب، والجمعيه الاوروبيه للتكاثر، والجمعيه الامريكيه للخصوبه، والمؤسس والمدير لمراكز قره عين للخصوبه وتاخر الانجاب. نورت الناس، فرصه متشكر جدا، خليكم دايما مع الناس. الدكتور نور الدين مصطفى، متخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك، المدرب المعتمد بالجمعية الدولية لزراعة الأسنان جامعة برلين، مؤسس مراكز واي تي للأسنان. اهلا بكم. بلا شك يا جماعه فقد السنان ده شيء مزعج جدا جدا للانسان، وطعم السنان اعاقه في حد ذاته بجد. ولذلك عالم الزراعه انا في رايي ان الزراعه نعمه عظيمه جدا وفتح جبار، والتطور الجبار اللي شفناه في عالم الزراعه كان مناسب جدا لهذه النعمه، لانه بجد عالم طب الاسنان زي ما يقولوا مسك بايديه واسنانه في موضوع الزراعه، لانه لقى فيه نتائج مبهره، فبدأ يطور عشان يحصل على مزيد ومزيد من النجاح، لدرجة أنه مراكز الأسنان الكبيرة في الشرق الأوسط مقياس الزراعة بالنسبة لها مهم جدا جدا، عشان أقول أنا بعمل كم زرعة وكم سكسس ريت وقياسات النجاح قد إيه، والزراعة هي اللي أنا ببني عليها كل حاجة. ناجح في الزراعة ناجح في كل شيء، تجميل هيمشي ورا الزراعة، التركيبات هتمشي ورا الزراعة، أكيد طالما أنا بزرع صح هعمل تجميل صح، أكيد هعمل تركيبات صح. الزراعة هي كور، هي حجر الزاوية اللي بيحدد مستوى نجاح أي مكان. تعالوا نعيش مع هذا المعنى المهم جدا ونشوف إلى أنهي مدى وصل التطور في عالم الزراعة مع واحد من نجوم عالم طب الأسنان، مش في مصر بس، في المنطقة العربية كلها، في منطقة الشرق الأوسط، واحد من اللي طور التكنولوجيا في عالم طب الأسنان في مصر، وعمل أبجريد رائع للغاية لمنظومة في منتهى الاحترافية. ضيفي العزيز اللي بيبدع دائما وميجستر عالم الأسنان اللي بسعد ان انا بشوفه عشرة عمر وصداقة امتدت لسنوات طويلة، ضيفي العزيز هو الدكتور نور الدين مصطفى، المتخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان، والمدرب المعتمد بالجمعية الدولية لزراعة الأسنان من برلين، والمؤسس لمراكز واي تي لي الأسنان، الاسم الشهير. أهلا بيك صديقي العزيز، وحشني يا دكتورنا، صديقي العغالي أخويا وصاحب وعشرة عمر. طبعا طبعا، رحلة طويلة طبعا. قبل ما أبدأ في زراعة الأسنان وهو الأخير، وأقول لك هو أول سؤال هيبقى ما هي زراعة الأسنان، لكن هل زراعة الأسنان هي الكور، هو المقياس لنجاح أي مؤسسة؟ زراعة الأسنان أصبحت قسم أساسي في أي مركز كبير عايز يحط نفسه في منظومة عالم الأسنان، ويبقى له وضع في منظومة عالم الأسنان، فما بقاش غنى، ما بقاش فيه غنى عنها، خاصة في الدول العربية. ليه؟ لأن احنا عندنا
نتيجة الإهمال اللي حصل في السنين اللي فاتت، ونحن ناس مش بنهتم قوي بأسناننا، حصل فقد لعدد كبير من الحالات وعدد كبير من الأسنان، فبقينا محتاجين لتعويض الأسنان دي. وطبعا زراعة الأسنان هي واحدة من أهم أو هي الأهم في حالات تعويض الأسنان المفقودة. يعني إيه زراعة سن؟ إما معنى زراعة سن؟ زراعة سن لازم الأول إيه نعرف إن السنة الأول اللي ربنا خلقها عبارة عن إيه؟ السنة اللي ربنا خلقها عبارة عن جدر جوه العظم ممسوك في العظم بأربطة ومتغطية العظم باللسة، ده كده الشكل المدفون اللي مش باين قدامي، وباين بعديه الكراون اللي احنا بنشوفه بعينينا اللي بنستعمله في الأكل، في الأسنان الأمامية، في القاطع، في الضروس الخلفية، في الطحن. ده الشكل الطبيعي للسنة اللي ربنا خلقها. طيب الزراعة هي المحاكاة لنفس الطريقة ونفس شكل السنة الطبيعي، عبارة عن جدر من التيتانيوم بيتحط جوه العظم وبيتساب الفترة الكافية لغاية ما يحصل له عملية اسمها اوسيو انتجريشن أو عملية التعظم أو الالتحام الكامل، لغاية ما تبقى الزرعة والعظم حتة واحدة. وبعدها بنبدأ نركب الجزء الخارجي، يبقى كده هي عبارة عن جزئين، جزء جدري مدفون جوه العظم والجزء الخارجي اللي بنستعمله في الأكل زي السنة الطبيعية. عشان كده بنقول إن الزراعة هي التعويض الأمثل لأي سنة مفقودة أو هيتم فقدها، قررنا إن احنا نخلعها لأي سبب من الأسباب بنسبة 99% من الأسنان الطبيعية. هل في حاجات تقول لك الحالة دي ما ينفعش يتعمل لها زراعة؟ موانع؟ كان زمان كان زمان. دلوقتي الأول هنقول الموانع نوعين، في مانع أن يكون حالة العظم ما تسمحش، وفي مانع أن الحالة الصحية يكون ما تسمحش. طيب في حالة أن العظم ما يسمحش الكلام ده انتهى بقى خلاص، احنا دلوقتي عندنا من أنواع الزراعات وتطويع التكنولوجيا في عالم الزراعة أن ما فيش حد دلوقتي نقوله ما ينفعكش زراعة خالص، الموضوع ده انتهى تمام. لكن على الحالة أن هو تزبط حالتها الصحية علشان نقدر نزرع لها والزراعة يبقى نعلي السكسس ريت بتاعها وتنجح، زي مثلا الحالات اللي عندها سكر، طول ما هو معدلات السكر في المعدلات الطبيعية وعامل كنترول فبنسميه سكر منتظم، بيعمل تراكمي كل 3 شهور والليفل بتاعه معقول خلاص بنعتبره حالة عادية. الحالات مثلا اللي عملت عمليات في القلب او بتحتاج تاخد ادويه مسيله، دي بتمشي على بروتوكول معين عشان لازم نوقف ادويه السيوله لفتره معينه، وبعد كده يعني بنجهز الحاله لعمليه الزراعه، وبعد كده بنزرع وبيكمل عادي. ففعليا ما فيش حد ما ينفعش نزرع له لو الحاله مستعده انها تسمع اللي الدكتور بيقوله وتمشي عليه، وفي نفس الوقت حتى لو حاله العظم ما كانتش تسمح ما بقاش فيه، بقى عندنا من الحلول المتطوره ان احنا نقدر نتعامل مع اي نوع عظم. ولما حد يفقد سن النهارده انسب وقت للزراعه؟ بص عندي حاجتين. بعض الحالات الافضل ان انت لو قررت تخلع سنه دلوقتي لانها مش هينفع خلاص تعالجها تعملها لك عصب وكراون، لان زي ما قلنا ان اخر حاجه بنلجأ لها هي عمليه الخلع، يعني بنلجأ لعمليه الخلع دي في اضيق الحدود. بس لو خلاص الدكتور مضطر بيبدا يقيم، دكتور الجراحه بيبدا يقيم موضع العظم حوالين الدرس او السنه اللي هتتخلع، لو لقى ان حاله العظم جيده وان ما فيش اي نوع من انواع العدوى الانفكشن او الصديد يقدر يخلع ويزرع. وهنا بنستفيد من ان الجسم موجه الكاباسيتي او قدرته على الالتئام للمنطقه دي، فده بيساعد على سرعه الالتئام مع الزرع، وبيخلي كمان الزرع يحصل لها انتجريشن او تكامل مع او التحام مع العظم بسرعه، فده بيبقى انسب وقت. لكن لو الدكتور الزراعه وهو بيقيم الحاله لقى ان في انفكشن وحجمه كبير بطريقه معينه، يعني ما يقدرش ساعتها يزرع، بيحتاج ينظف العظم كويس، وممكن يحط عظم ويقفله، وبعد فتره كافيه من 3-4 شهور يبدا يعمل عمليه الزراعه. بس يعني الافضل ما استناش بقى، عشان برضو من ضمن الحاجات ان انسب وقت ان انا ما استناش بعد كده. ليه؟ لان في عمليه فيسيولوجيكال، يعني فيسيولوجي كده بتحصل، ان العظم طول ما انت مش حاطط فيه سنه او مش حاطط فيه زرع بيبدا يحصل له كولابس ويبدا يتاكل. فانت كل ما سرعت بعمليه الزراعه كل ما انت حافظت على كميه العظم الكفايه، فما تدخلكش في كومبليكيشنز او في اجراءات اكبر. اللي بيحصل دربكه في 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 انتظام الاسنان، الاسنان بتكربس على بعضها لما بيحصل الاسنان بتكربس والعظم بيتاكل وتيجي تحتاج بقى زراعه عظم او تحتاج تلجا لانواع معينه من الزراعات، اجراء بيبقى اكبر وبيحتاج عمليات اكتر. لاحظت انا
من عشرتنا طول العمر اللي انتوا طورتوا جدا عالم زراعه الاسنان في وايتي. يعني انتوا عملتوا كنت دايما انا ما بقعد معايا الاقي تقول لي انا الجهاز الاشعه المقطعيه الاجهزه بتاعه مش عارف ايه اصل الدريلات ديت احنا الزرعه دي اساسا وتقعد تكلمني عن الزرعه كما لو كانت وانا شايفها بتاع صغيره جميله كده يعني ما ليه الزراعه تطورت بالتطورات الحديثه؟ ايه التطورات اساسا؟ لان الزراعه ميكانيزم فهو صناعه والصناعه اكتر حاجه الشركات المطوره لعالم الزراعه في حاله منافسه شديده جدا سواء في تطوير المواد نفسها اللي بنشتغل بيها او في تطوير شكل الزرعه نفسه وتطويعها للحالات الاصعب. فالمنافسه دي خلت كل يوم في جديد، خلت كل يوم في حديث. واحنا من اول الحمد لله من اول المراكز في الشرق الاوسط اللي اهتمت بالزراعه من سنه 2004 واحنا بنشتغل زراعه. كانت لسه كلمه زراعه دي يعني ايه تزرع لي سن يعني الناس احنا كنا لسه الناس تخلع ومش عارف هو عوض ازاي ولا هيعمل ايه نقول له دي في حاجه زراعه يعني ايه تزرع لي سن. كلمه الزراعه كانت يعني كلمه جديده سنه 2004. فاحنا لغايه من 2004 ل 2007 كنا عملنا حالات كتير جدا وبعد كده نتيجه الخبره في الزراعه بدانا نبقى على تواصل دائم مع اهم شركات الزراعه في العالم واهم مطورين الاجهزه اللي بتشتغل في الزراعه سواء بقى كانت اشعه ثلاثيه ابعاد سواء بيزوتوم سواء الزراعات نفسها. فبقى وطبعا المهم جدا 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 ان يبقى معاك فريق متخصص في الزراعه لان هو ده الفريق اللي اصلا الشركات بتطور عشانه. فهو لو معاك فريق فاهم فهو بيعرف يستغل التكنولوجيا الحديثه بسرعه جدا وبيعمل احسن نتائج باعلى سكسس ريت او باعلى نسب نجاح. اللي احنا شايفينها دي زي جوماتيك صح؟ زي جوما امبلانت ودي انت خلاص ما انا بقيت موجود 20 سنه بنتكلم في السنين فخلاص خدت بكالوريوس انت كده خدت ماجستير يا ريتني كنت بدات معاك عضيلك الماجستير. طبعا انت كان من اسئلتك هل في حالات ما بينفعش نزرع؟ لا هنا دي اجابه ان في بعض الحالات اللي ما بنلاقيش عندها عظم كفايه ان احنا نزرع لها. فالشركات اللي بتعمل الزراعه طورت زرعات حديثه جدا اسمها الزيجوما امبلانت. الزيجوما امبلانت هي زرعه عاديه بس طويله بحيث ان هي تخش في الزيجوما. الزيجوما دي اللي هي العظمه اللي بيسموها في العربي الوجنه دي عشان اخد زرعه من هنا تبقى شايله كل ده فتبقى زرعه طويله جدا. والزرعات دي فيها ميزه مهمه قوي. اول حاجه بتخليك ما تزرعش عظم. ليه؟ انت خلاص مش محتاج في المنطقه دي ودي بالذات في الفك العلوي لان انت عارف ان الفك العلوي نوعه سفنجي. تاني حاجه فيه جيب انفي فبيحصل تاكل سريع جدا في العظم ففي الاغلب ما بيلاقيش عظم. ده عظمه كده اتاكل خلاص. فاحنا ساعتها كنا زمان نعمل زراعه عظم ونستنى 6 شهور وبعد 6 شهور نزرع ونستنى 6 شهور وبعد كده نركب فيها سنه والحاله ماشيه بتركيبه متحركه تعبانه. التركيبات الزيجوما او زراعات الزيجوما فيها ميزه مهمه قوي ان انت تقدر تمشي الحاله بتركيبه مؤقته مثبته في نفس الزراعه يعني مع الزراعه على طول. فانت الحاله ريحتها وعايزين الصوره دي عشان دي الصوره دي بالذات فيها ثبتها بقى عشان دي فيها كل انواع الزراعات بقى يعني دي فيها كل انواع الزراعات اللي موجوده دلوقتي. فانت تقدر على الزيجوما دي تعمل تركيبه مؤقته مثبته وقتي فانت كده بتريح الحاله من ان هو حتى يمشي بتركيبه متحركه لفتره. لا انت بتعمل له تركيبه مؤقته مثبته وبعد 3 شهور تقلبها لتركيبه ثابته. ازاي الصوره بقى ازاي حاله زي دي اتعملت؟ احكي لي بقى. انت مش حاسس ان دي اشعه مقطعيه؟ لا انت مش حاسس ان دي انشاء هندسي يعني؟ ده انشاء هندسي. ايه ده؟ زوايا وميل يعني وميلة. هنا انت عندك في الصوره دي اول حاجه احنا عاملين زرعات العاديه اللي قدام واخده اوضاعها الطبيعيه بعد كده زرعتين جايين بميل بيعملوا انكرج بعد كده في زرعات هنا بقى مش زي جومه زرعه اسمها تريجويد. تريجويد في الـ في الـ في التيبريزيتي ورا بتتحط فيها بالميل ده دي عظمه برضو يا جماعه دي عظمه ما هو فكره بقى الزراعه ايه؟ ان انت بدات تستغل اماكن مكان ما كنتش بتستغلها او ما كانتش متاحه. عظم توصل له تقدر توصل له وبدا يتعمل لك زرعات علشان خاطر تناسب وتواكب المنطقه دي. هنا بقى تطوير الشركات انها تعمل لك زرعات
توصل للايه للاماكن وتستغل العظم اللي انت مش بتقدر تستخدمه. اللي عجبني قوي في الزراعات دي الميول بتاعتها. ايوه بقى انا بقول لك بص بص انشاء شكله عامل ازاي. دي اوسكار في عالم زراعه الاسنان. يعني ازاي على فكره التحميل هنا يا جماعه زي كانه بالظبط نفس مقاييس تحميل الانشاء في الفنادق والعمارات الكبيره. ايوه انشاء هندسي بحت. خد بالك الجزء بتاع الزراعه هو جزء هندسي في ميكانيزمات كتير جدا من اول الزراعه لغايه التركيبات. هي مبنيه على ميكانيزم واحمال وهتحط اعتبر ان انت كانك بتنشئ مثلا كوبري معلق هيعدي نهر او يعدي منطقه كبيره فانت لازم توزع احماله صح تبقى عندها ميول تشيل وتوزع الحمل على الزرعات بشكل سليم بحيث لما تعمل تركيبه تبقى واخده سبورت قوي جدا من الزرعات. الزراعه والتجميل تغيير شكل الاسنان تغيير شكل الوش تمام. ناس كتير قوي مش متخيله اللي بيحصل في الوش بعد زرع. طيب فاكر زمان حلقه لما كنت بقول لك المثل الاشهر اللي انا الفته اللي هو الفرق في شكل الوجه اسنان مش سنين. اسنان مش سنين يعني ايه يعني الفرق ما بين شكل الصور اللي احنا هنشوفها قبل وبعد ان احنا حطينا سنين. يعني حضرتك لما تبص على الكيس دي قبل دي بعد كانها بنتها يبقى الفرق هنا ايه؟ هي نفس الشخص اسنان مش سنين لان السنين ثابته هي سنها ما اتغيرش لكن لما حطينا الاسنان وشدت الوش ورجعت الجلد ده اصلا مشدود بالهيكل العظمي بتاع الفك والعضه فهي فاقده للهيكل بتاع العظم وفاقده للفيرتيكال دايمنشن او طول الوجه الطبيعي فحاصل ساجنج او ترهل لما تقوم فارد الوش يبقى ده الشكل. انتوا عندكم قسم تصوير شاطر والله لو ما عندناش قسم الزراعه نفسه هو اللي شاطر ما كانتش الصور تطلع. ما كانتش تطلع الصور كده. قسم التصوير اللي هو اسبكت هو بيصور من زوايا معينه. انا عايز اقول لك انت لو بصيت على الصوره كويس هتحس بتغيير شامل في حتى شكل مناخيرها. يعني 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 شكل المناخير نفسه سبحان الله اتغير صحيح. ليه؟ لان انت لما فردت الفك وفردت الوش بقت المسافه اللي تحت الانف سليمه فدي ادتك بعد ان مناخيرها يعني صغرت الاول علشان خاطر زي ما قلت لك في ترهل وما عنديش كميه ما عنديش الفيرتيكال دايمنشن او طول الوش السليم فتحس ان بقت ابعاد الوش كلها متغيره. تعرف انا لو كتبت كلمتين تحت الصورتين دول هكتب ايه؟ على الشمال هكتب الحاجه على اليمين هكتب المدام. الله وتكتب برضو الفرق اسنان بالسنين. ما فرق اسنان بالسنين صحيح ما هي الحاجه والمدام يعني الحاجه سن المدام يا مدام سن تاني خالص او يا انسه كمان يعني ممكن تمشي انسه والله. بس شفت الزراعه بتعمل لا الزراعه بتعمل شغل محترم جدا. احنا انت هنا بنتكلم بدون الدخول في تفاصيل برضو يعني احنا هنا بنتكلم على الشكل العام طبعا. خد بالك لو انت برضو ما عندكش الفريق الكامل اصل الزراعه دي مش دكتور. الزراعه دي عده اختصاصات عشان تطلع حاله يعني في جراح هو اللي بيحط الزرعات وبيوزعها في دكتور متخصص في التركيبات المتحركه وده مهمته بالذات في الحالات اللي زي دي ان هو الدكتور اللي بيعرف يرجع لك العضه الاصليه اللي راحت هو اللي بيعرف يخلقها من اول وجديد على مقاسات معينه وبعد كده يجي دور تركيبات الزراعه الثابته واحيانا بنحتاج لترقيع لسه فانت بتتكلم في اربع تخصصات عشان توصل ان انت تعمل رهاب لكيس ما عندهاش سنان خالص توصلها لشكل يبقى شكل طبيعي جدا وكمان وظيفي. ما انا لو عملت التركيبات مش قافله العضه سليم ممكن تعمل لي مشكله في مفصل الفك فاهم قصدي؟ فانت عندك ابعاد كل نص كل ملي انت بتحطه في بتحط الزرعه فين؟ بتركب عليها ازاي؟ كل ده في الاخر بيديك منتوج نهائي هو ده اللي يخلي الحاله مرتاحه شكلها طبيعي واهم حاجه انها تمارس بالاسنان اللي ركبت دي الوظيفه كامله من الاكل بشكل طبيعي جدا الضروس بتطحن الاسنان بتقطع المفصل الفك في مكانه ورجعت شكل وشي لشكله الطبيعي. طيب التصوير ده بقى تصوير خاص يعني ده قليل جدا لما بنشوف المحترفين بيصوروا بالشكل ده كلوز قوي عشان يوريني التفاصيل الديتيل بتاع الماتيريال دي مايكرو. مايكرو انا بوريك هنا ان الزراعه يعني ايه مايكرو
يعني بتتسجل بتتصور بعدسات مايكرو اللي بتجيب التفاصيل. ماكرو كبير يعني تجيب تفاصيل كبيره، مايكرو تجيب التفاصيل الصغيره. هنا احنا عايزين نقول ايه؟ ان انت مش عشان سنانك وقعت وعلشان خاطر هنعمل لك زراعه فهنقول لك ارضى بقى وخد اي اسنان وكل واشرب. لا، وفي ناس ماشيه كده كتير. لا طبعا. الجزء التعويضي، انت لما بتعوض اسنان انت بتعوض وظيفه وشكل. فنجيب لك احلى شكل، فاهم قصدي؟ والشكل اللي يليق عليك ويبقى شكل الاسنان طبيعي. هنا خد بالك انت لو يعني انا هقول لك على حاجه، انت شايف اللثه دي؟ شايفها كويس؟ ركز فيها. لا في ستونز وجميل. دي مش لثه، دي لثه صناعيه احنا اللي عاملينها، بس معموله بشكل يحاكي ان السنه، لان خد بالك من المشاكل الكبيره قوي ايه؟ ان الحالات لما بتخلع الاسنان وبتقعد فتره فبتفقد من العظم، فبالتالي انا بيبقى متاح عندي هنا وقف بقى على دي عشان هنا تشوف بقى اللثه. بتتاكل اللثه فوق صحيح، فاللثه بتتاكل. فانا لو انا رحت عامل السنه بالطول ده كله بقى شكلها ايه؟ لا هيبقى متوحش. فانا هنا بعوض الشكل احنا عندنا او شكل الجمالي للابتسامه في الاسنان حاجتين، بينك ووايت، بينك لثه ووايت اسنان. فانا لازم احط السنه بحجمها الطبيعي وعوض للباقي بالبينك الصناعي اللي هو اللثه الصناعي، وتبان اللثه محفوره كان السنه طالعه من لثه طبيعيه، بحيث لما الكيس تبقى بتضحك شكلها اسنانها شكلها اللثه بتاعتها. ما عملوش بقى سنه كبيره اقول له ايوه ما انت العظم بتاعك اتاكل انا اعمل لك ايه. لا، عندنا من الحلول التجميليه اللي توصلنا ان شكل الاسنان يبقى شكله كده. ده لو احنا شفناه في اي حته مش هنتخيل ان دي لثه صناعيه. لا هتقول دي لثه، واللون حتى اللون حتى لونها هتلاقيها ماشيه لو انت كملت تلاقي لسه بتاعتها لسه ماشيه مع لونها، مع لون لسه الطبيعي مش محمر قوي ولا يعني احنا مديناها اللون المناسب للشخص للحاله نفسها واللونه وللسه الاصليه بتاعته. دي حاجه جميله يعني انت لو بصيت هتلاقي قبل ما نركب فوق هتلاقي عدد الزرعات اهو، هتلاقي اللسه هي نفس لون اللسه اللي احنا عملناه. هنا بدل ما الانسان ما يتقالوش انت بقى كنت في يعني من غير حاجه في الصحراء فرضة يلا بقى ارضى اقبل. لا احنا 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 بنعلي حاجة. احنا بنعلي الديماند عند الناس. انا عايزك تحلم، عايزك تشوف انت نفسك في ايه وهنعمله لك. الصوره دي بقى ليها تصوير خاص من الجنب. ايوه ليه؟ عشان اوريك ازاي بقه، لا ازاي هنا ان شفايفه اللي تحت سابقه شفايفه اللي فوق. شايف الفرق؟ الحته اللي انت قلتها في الاول اللي العظم اللي فوق اساسا بيتاكل اكتر من العظم اللي تحت، فاهم قصدي؟ لما باجي اعوض لما باجي اعوض لازم اعوض ارجع تاني شفايفي لوضعها الطبيعي، فاديها سبورت. هنا التركيبه واحنا بنعملها لازم تاخد البعد ان تعمل سبورت او تسند الشفايف العلويه بالطريقه السليمه علشان كمان اعرف اتكلم كويس ويبقى شكلي مرتاح ويبقى شكلي. خد بالك كل العوامل دي هي اللي بتديك ثقه في نفسك. فانت لو خدت الثقه في نفسك هتبدا تتعامل مع التركيبات تنساها خالص، تبدا تتعامل معاها انها اسنانك. في اللحظه دي خلاص انت فعلا الدكتور اللي عمل لك، الفريق اللي اشتغل لك هو فعلا فريق وصل ان هو يوصلك لنسبه نجاح 100%. تتذكر السن بتاع الحاله دي كام تقريبا؟ ده كان تقريبا 60 سنه. بص بقى شفايفه بعد شكله رجع بقى كانه اربعينات. وفي ناس كتير على فكره بتغلط وتروح تعمل عمليات تجميل قبل ما تعمل سنانها، وده غلط. قلت الكلام ده قبل كده، قلت 90% من الستات بتروح تعمل فيلر وبوتوكس وهي مش فاهمه ان المشكله مش في جلدها. المشكله ان هي بالكيس دي بقى انا بحبها قوي. بص عامله ازاي. انت متخيل لولا الحسنه اللي موجوده تصدق ان دي هي دي؟ لا طبعا ما تصدقش. والجميل هنا الماتيريال عاجبني قوي لون ال انا باكد عليك ايه باكد عليك ايه، ان زي ما قلت لك الزراعه هو ميكانيزم وهندسه، بس في الاخر انا بسلمك اسنان لازم شكلها حلو. لانها في الاخر وظيفه الاسنان زي ما قلنا ان انا بستخدمها في الوظيفه في الاكل، لكن هي جزء اساسي في شكلي. انا اول حاجه يعني اول يعني مش انا يعني معظم الناس اول حاجه بتشوفها فيك ضحكتك واسنانك، وهي بتدي انطباع عن صحتك، بتدي انطباع عن اهتمامك الشخصي بذاتك، بتدي انطباع عن جيناتك. فالعين بتاخد الحاجات دي كلها وتترجمها ان انت شخص صحي، شخص قوي، شخص اهتمامك بنظافتك الشخصيه، كل ده بيترجم من الجزء ده. نورت، اسعدتنا كالعاده. ضيف العزيز الصديق يعني الزميل العزيز صاحب
الحضور المتميز للغاية والعشرة الطويلة اللي نورنا النهاردة دكتور نور الدين مصطفى المتخصص في مجال تجميل الأسنان وعضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان المدرب المعتمد لجمعية دولية لزراعة الأسنان والمؤسس لمراكز واي تي. نورت وكالعادة شرفت. شرفتين. خليكم دايما مع الناس الحلوة.